ففي امل but it could كمان فيها تروح بالميلتين, في ما يعود بقى في لبنان that we think about او نحلم فيه بقى يصير هيك another failed state. بنسمع عنها بالاخبار اوقات انه بركي اليو ان بدهم يعطون اكل لانه رح يصير في مجيعة, but that would be the limit of our impact in the world. بيصير اذا ما نضل هاي trajectory السلطة كلها تحت حزب الله وكلنا بقية يا we gave up يا مفكرين انه ما فينا نعمل شيء about it. اكيد فينا نعمل شيء about it اذا بس بتاخدوا الوقت to look at what we actually did which is not enough. بس بعده انجاز. شو 3 سنين؟ It's not even a term. ميل ميل. What is that in the life of a nation, of a ballad, of a people? J'ai eu le temps de réfléchir sur la condition humaine. قبل ما بلش هذه السردة بس حبينا نذكركم إذا فيكم تعملوا لايك سبسكرايب وكومنت على هذه السردة. It's a small thing for you guys بس it goes a long way لإلنا, تعرفوا الـ algorithm gods بينبسطوا بهيك قصص وبتنتشر السردة أكتر. وشو كمان في مدى؟ في باتريون إذا بدكم هيك تساهموا بسردة, تساهموا وتشجعوا. اي لا هي لانه سردة بيسكلي برعايه هول الباترونز اللي بيخلونا نحن نستمر, بيدفع معاشات, بيدفع حالقه تبعتنا كمان, ضلنا كل الليل عم نعمل اديت, فبنشكركم واحد واحد. ثانك يو سو ماتش. سو اتس patreon.com/sardeafterdinner and مثل ما هو لابس ومثل ما ضيف طبعا لابس هلا كمان حلو كثير, عندنا مرشندايز اتس sardeafterdinner.com هوديز اند تي شيرت. فوالا بلشنا شوي بلشنا تفضلي. جينو ويلكم باك اند ويلكم باك بدي سي. اه بدي سي نحن بواشنطن. هو لازم يقول لنا اهلا وسهلا على فكره. ايه لازم انت انه تستقبلنا. اهلا وسهلا فيكم بي ذا نيشنز كابيتال. ايه كمان بالعاصمه هيك. ليك كمان ليه نحن هون؟ نحن بمحل اسمه ريزيدنس. بدنا نشكر فريد عزوري ودافيد نامور لانه هن خلونا زبطونا الوضع انه البيس خدوا المحل كرمال تصوروا سردة. سو ثانك يو جايز سو ماتش. اول شيء خليني بدي اقول لك من الاخر اشتقت لك كثير. انا وميدا اشتقنا لك وكثير انبسطنا انه ضلنا نشوفك نحن بالذي اس. نحن هلا رايحين على بوسطن نصور كونفرنس بهارفارد وانا منقطع بدي سي. سو it's good to see you man. Yeah. It's very good to see both of you. يعني صار لي 3 سنين هون. 3 سنين معزول عنكم عن everyone else. ف it was a nice blast from the past. نيناتكم هون يعني it was crazy. Couldn't ask for more. اي شفتك هيك انا ما اخذتني وقت هيك كرمال لاحظ انه ضليت دسك شوف الحقيقه معين هاي انت after عن جد screens 3 سنين. يعني it felt like انت فريت. We never exactly left. July 9, 2020 اقل من شهر قبل 4 اب. اوف يب. طب that's crazy. 10 دولار على 3200 يمكن هلا ما بنعرف ما فينا نقول exactly. دولار لانه انا رح ببين 86,000 لما رح تقطع الحلقه بنكون بركي بالمية. ايه بالحلقات الثانيه فيك تعرفي ايه رح تصورت الحلقه حسب الليره اللبنانيه اللي exactly. الريت يعني. على في شغله كمان احنا كتير مبسوطين انه معك نحن هون وبامريكا لانه انت اول ضيف لسردة من بعد اول نون ميديا موين اكزاكتلي او من بعد 4 حلقات تتتت مثل ما نسميهم أنا ومعينة أنه كان كوفيد أول ديف. فمئة حلقة من بعدنا وقت الأكوبمنت كان خرا يعني. كان في واحد مايكروفون بلا ستاند واحد مايكروفون لإلي ولا إلي ووقع نحن وعم نسجل وما كان أبدا زيت الديكا بس شو حلو أنه هيك it's like full circle kind full of circle. وانت كنت جد exactly 100 حلقة later it's I think good لسردة وgood لكل اللي عم يحضر وgood لإلي to look back at شو صار بهالمئة حلقة أو بهالتايم فريم يلي طلعوا هالمئة حلقة بتعقد. كان كنت أول guest أول fan biggest حبيبي. Supporter I'm thank super proud of you. Thank you. Thank you so much. Thanks. Like wow. That's all that can be said. Thank you bro. يعني I think just للعالم البركي ما بتعرف أنت blogger هيك بلشت بال 2011 وكنت من 2010 سوري 13 years. My god time flies. وكنت من ابرز الوجوه اذا بدك بثوره 17 20. انت كنت ناشط صار لك فتره يعني مع مارتش ومع عده يعني مبادرات ان كانت شخصيه او ان جي اوز او هذا. بس يعني
كانت انت اذا بدك الجيت واي للاشخاص اللي بدها تعرف شو عم بيصير خاصه على الارض، لانه كنت ما كنت في مظاهره ما تقفيها يعني regardless of الخطر اللي كان فيه على حياتي يعني. سو بعتقد من اكثر الايفنتس اللي غيرت لنا حياتنا في نقطه اهم واحده هي 4 اب، و it felt weird انه مع هيك حادثه هيك تفجير يعني ما كنت هونيك انت to report. بس I'm very curious لأنه هيدا كمان شيء بعتقد مش بس أنت بس كل المغتربين بيحسوه، أنه لما بتاخد distance شوي من لبنان بتروح إن كانت أمريكا يوروب or wherever في طريقة يعني في عادة نظر إذا بدك لك شيء اللي عم يصير بلبنان لأنه في distance وفي إحساس غير شو بيتغير مش أنت بس بأربعة أب بكل الحالة حالة لبنان يوم يعني definitely guilt part is أكيد was there as first reaction. قلت إنه ما فيك تساعد يعني. Exactly. Knee jerk. نحنا بيصير شيء دور السيارة بنزل. So that couldn't happen وقتها. وما كان صار لي هون enough. كنت بعدني survival mode لبنان. So ما كان عندي شو حسوا الدياسبورا. So أنا I didn't process شو صار بأربعة for a very long time. أنا كان من وراء بعد الثورة صار كنا عنا جروبات. That's how we got information. صار عنا كل networks تبعنا everywhere. So in the first few minutes كان عم يجيني فيديوز من different groups in different locations. So as first reaction نحنا شو معودين وقت نشوف هيك صور كل بنيات انه كل الازاز رايح الناس انفجار ربينا نحنا على الانفجارات اغتيال او كذا exactly. So انا اشوف اوكي حد ستاركو اوكي برج حمود اوكي حد البار اوكي different parts بالحمرة انا لك شو هالانفجار معقول يكون coordinated انفجارات يعني هو عم يحكي first few minutes يمكن وقتها مني تحت اعرف شو عم يصير actually. وقت بلش اول فيديو اللي مصور من يمكن الروف توب تبع بنية النهار لاحظت انه اوكي this is such a huge blast, it's one blast اللي عملت هالشي. هون فتنا فت into autopilot mode. كل information اللي كان فيه عم جيبها I was sharing لان one اللي تحت ما كان عم يقدره obviously مزبوط طبعا نتوركين خربين لانه عم تدقدق لبعض تعرف اذا بعد عايش ما عم تقدر تدقدق لان بدات تشوف شو بدات تعمل على الارض يعني exactly. تشوز واكيد بكون عم ذير بيكينج اب بيسز تبع حياتهم يعني اكيد ما رح يكون بالهم تو جو ذات بس نمبر 2 ليه انا فت انتو ذات اوتو بايلوت مود كنا عم نشوف يعني وجوه السلطه عم يطلعوا يقولوا ذس از ان اوبورتونيتي لان ما حدا كان عم يحكي معهم فكروا انه يلا هلا بيجي الايد من بعد الانفجار طلعوا جربوا يدفشوا الناراتيف طبعاً. هذا اللي كان أنا نووي خليه يقطع. يعني إذا يطلع جبران بصير على تي في ستيشن اتأكد أنا the next guest تفخت فيه وهو شو قال لأنه هو مفكر إنه من بعد everything اللي صار فيه وفيهن that this will be their chance إنه الباقي العالم اللي كان مسكر عليهم thanks to what we did يرجع يفتح عليهم. ما خلينا هذا كان عم بيستغلوا هذه الأزمة الإنسانية ما خلينا بدل ما عم بيصير هلا مع بشار الأسد والزلزال بعد الزلزال we saw it عملوا a mini version جربوا يعملوا هيك أنا ما كان في خلي هذا الشيء يقطع so I never actually processed شو صار إلا لفترة بعدها تلاحظ إنه شو actually مين actually مات مين actually انقتل that day شو المحلات يلي شقفة من حياتنا كانوا forever يلي بطلت موجودة بقى for me it took me a while so ما كان عندي حس دياسبورا وين إنه كتير اتضايق أو لأنه معودين يكونوا بعاد which I شفتها كتير عند أصحابي وحولي هون كيف أنا ما كنت عم حسها وقتها وما كنت عم حس إنه أنا تحت لأن مني تحت فت أنت أوتو بايلوت مود later on هيدا صار وهون وين a lot of كتير من أنا شو كنت فكر تغير completely لأنه الوضوح يلي صار من بعد ما أنا كنت بعيد مني ملهي بالday to day ما في تليفون زال شرب قهوة ما في حدا عم يدق أمن دولة على البيت كل يوم يعني ما بقى في كان هيدول it was clear enough شو عم يصير بعد 4 أب clarity عن وين لبنان لازم يروح وشو الغلط فيه could not be clearer so من وقتها pivoted أنا من إنه غطي على الأرض والday to day لأنا كنت عم عيشون هلأ ما أنا عم عيشون I can't speak to that ما بحق اللي أنا علق عن هالموضوع وبفهم هذا الإحساس عن عايشين برا بس ليه ليش أنتوا عم تنزل ماني تحت أنا ما عندي مشكلة إنه ما عندي ماي سخنة إيه بس ما عندي مشكلة إنه كل هالقصص وما في أنا علق عن هالموضوع أنا في علق عن كدياسبورا شو ما عم نعمل شو عم نعمل شو لازم نعمل بس انت جينو يعني اذا فيني انا علق على على هذا الموضوع ما كانك جاي انت باراشوتد من برا وعم بتنظر على العالم وعم تقول لهم شو يعملوا انت عشت التجربه كمان بلبنان بيروت كناشط تعرف عالم يعني بفهم انه رح يكون في شويه هيك تراجع لانه بركي
you have to be in the thick of it تتقدر تحكي عن شو عم بيصير. بس ما بعتقد يعني كمان نحن بنجلط حالنا كتير. يعني أنا وميديا لما هلا عم نشتغل كمان بالإمارات عم نشتغل عنا شغل يعني في livelihood ما في كتير عالم فيها تقول هيدا الشيء ونحن كتير محظوظين. بس لما كمان قبل ما ناخد هيدا الخطوة بشغلنا كان في هذا السؤال عم بيداول ببالنا إنه هل نحن عم نخون لبنان؟ تعرف فوت انت هيدا الهايبربوليك ستيتمنت وعم نفل وعم نترك وعم بتشقف قلبك لا مان اي ثينك انت جيت لهون تتقدر كمان تعيش تتقدر تفكر بالطريقه اللي انت عم تحكي فيها لانه مش انا وحده يعني الماس اكزودس اللي صار هلا از كومبيربل لوقت العثمانيه وقت المجاعه بال1918 نفس الشيء صح وقت الحرب الاهليه نفس الشيء واتس بن هابينج يمكن اضرب ايفن من اللي عم يصير اكيد معنا ارقام بالعاده ام جست وان اوف hundreds of thousands of ناس عملوا هيدا الشيء وين قدروا يفلوا يعني هلا بنشوف صار الانستغرام ادز ببينوا عنا تنشتري باسبور من كاريبيان وتنشتري اقامه بدرو اي مش اي سول اوبفيوس ذات ذات تشينج ذات ايفريون از جوينج كل اللي عم يفل لوين هو بده يقدر يفل سو انا واحد من كثير عالم مئات الالوف يلي يعني ذيز وير ذا فيوتشر بركي مش نحن بركي بس اللي اصغر منا هو كانوا ذيز بيبل ار جون ما رح يرجعوا هلا سون أكيد يعني هلا اللي عايش بلبنان عم بتسمع على هذا الشيء بحس حاله كتير غلط إنه إنه honestly يعني you can't blame يلي قدر يفل لأنه بالنهاية شو له عازة إذا شخص قاعد بلبنان ما معه يأكل ما فيه يعمل شيء وما عنده شغل شو في بدع ما عنده مستقبل إيه versus شو ما معقول يعمل إذا قدر at least يأمن حاله وعائلته this is more than enough than being there and not being able ما حد يعمل شيء about it ما يقدر شايفين الإيكونومي ماشي من وراء ريميتنسز اللي الناس عم تبعتها يعني اليوم وقت نشوف بادجت دولة مليار دولار على سنة يعني that's less than شركة يمكن بيشتغل فيها 100 شخص كيف بدنا نمشي بلد على مليار دولار ما في بلد لبنان is gone يعني لبنان قبل 4 آب وقبل 17 تشرين does not exist ما في دولة بقى the one we know of اليوم إذا بدي أعمل خلص راحت we're at an inflection point صرنا على مفرق طرق وين يا سيفيليزيشن مثل مئات الالوف سيفيليزيشنز قطعت قبل it just fizzles out بتختفي ننسى انه كان في هذا الشيء بيصير شيء جديد او it can be whatever حيالله شيء حيالله منا كان حلمه يصير عن لبنان so we're in that period بفتكر هلا وديسبورا يعني الناس بتعملهم عاده مثل انه هن سلع they're means to an end البيجي بانك يعني هول المصاري اعطيني مصاري لهون كذا which is extremely important اكيد لازم هذا الشيء يصير بس الرول اللي لعبوه انتخابات الماضيه is undeniable صار عنا يعني proof على ورق قديش دياسبورا الرول تبعهم اكثر من هيك والمساعده كمان مساعده باربع اب اكيد وكل شيء كل شيء عملوه يعني من وقت الثوره smaller things انا بعرف جمعيه بضيعتي I help support this goes a huge a long way اذا حدا بيعمل هيك ولوبينج يلي ما حدا بفكر عنه او اتس لايك تابو وهذا الشيء بفتكر السلطه واز فيري سكسسفل اون يعني اليوم انا انت عايش بدوله اوروبيه عايش بامريكا عايش بالخليج عايش انيوير في كوميونتي لبنانيه اكتف شغلتها عم يدفعوا ضرائب عم يحطوا مصاري بهذا البلد يلي فيه سو هن لهم كلمه بيقدروا يحكوا مع الريبريزنتيف تبعهم اغلبيتهم دول سيتيزنز سو انا اليوم بدي النواب تبع البلد اللي انا عايش فيهم والوزراء والواتيفر يعرفوا شو القصه بلبنان وين يكونوا ستاندينج ابون ذات هون when we have a lot of room to grow كديسبورا كلبنانية بكل العالم كلنا بنعرف اللبنانية وين ما كان ما حدا منا ما بيتفركش بلبنانية anywhere you go بالغلط من ساوث امريكا لايجا دايما فيه جنون كلهم lot of them are successful lot of them عندهم business منهم عارفين شو لازم يعملوا with the potential that they have this is the position I found myself in or navigating through اخر ثلاث سنين عم بتعرف على الديسبورا كان هون كان بنيويورك كان بلوس انجلوس وين ما في لبنانيه كتير واي سي ذا بوتنشل بيقدروا يعملوها بس الفوكس عم يضل على قصص ضيقه كتير لايك وان سمول بروبلم اوف ات لان ما في ان اوفر ارشينج سوليوشن هينه ما في شيء هين وين بقول انا اذا بعمل هيك بيمشي الحال وهون وين بنفوت انتو ذا اذر ثينج اللي كتير انا فكرت فيها وقت ما فليت انه شيء كلنا جيلتي اوف ماي سيلف انكلودد كل الناس السياسيين اللي لسه عم تظاهر الـ oversimplification تبع المواضيع
يعني عم بتسخف كل شيء. كتير عم نبسط الموضوع انه خليهم يفلوا وبيزبط البلد. اول ما يصير ديل مع ايران للنيوكليير بيمشي حال البلد. بكره وقت بتخلص الانتخابات بموريتانيا بيجي رئيس بلبنان. في هال الثيرست العطش لانه دائما لقى انه هيدا الشيء وقت رح يزبط كل القصص. ما بفتكر بيجي من محل عاطل قد ما الناس بدها يكون في دوله ماشيه. بدهم يقولوا انه ذس هي هيدا الشيء وبعدها بيكون هاد بعدها كل شيء بعقل. بس هذا الدليل على desperation يعني ناطين الفرج unfortunately basically. بس كمان هوب يعني بيعرفوا انه فيكون احسن. بس الوضع everyone متفق فيكون احسن. اللي ما عم يتفقوا عليه انه شو المعقول اللي خلي هيدا. والرياليتي يلي كلنا بدنا نوجهها الحقيقة انه ما رح يكون موضوع واحد. فينا نبلش من النواب 13 فينا نروح all the way down لشو ما بدنا. وقت المظاهرات كان يقولوا إذا عدنا إذا فتنا على مجلس النواب وعدنا جمعتين مجبورة تستقيل الحكومة. ما بعرف وين بيطلعوا الأفكار بس ليه they caught on هالقد viral لأنه it looked like a attainable goal يعني هدف نقدر نوصل له مزبوط. إذا صار بيمشي الحال. بس كلنا منعرف كلنا مندحك بعض و it's part of الأكت أو نمثل كلنا على بعض إنه هيدي هي المشكلة الحقيقية. المشكلة إنه هي مؤامرة كونية علينا مش نحن حق علينا إنه سرقوا. المشكلة هي بس البنوكة. المشكلة هي بس حزب الله. هي هيدا الزعيم اللي ما بحبه. هي هيدي دايما هالسيمبل. اليوم جبتهم أنا كلهم حطيتهم على باخرة وفللتهم كلهم كل الزعماء سياسيين كلهم from A to Z كلهم كلهم يعني كلهم نرجع على هالتو. بيمشي الحال بلبنان شو بنعمل بتبع الموتورات شو بنعمل تبع الترمبات شو بنعمل اللي بيشتغل بالبلدية اللي عم بيعمل مليارات الدولارات كلهم فجأة رح يصيروا فاين اذا نحن قدرنا نشيل هول ورا عم يطلعوا جي تي بي بلد مثل ما هو بالمصلحه تبعيتهم يعني ما فتنا عندهم كارتيلاتهم بس كرمال يعني في عند هول العالم كمان عندهم عصابات فيهم في ناس تتكل عليهم ابسولوتلي يعني زعامة جديده يعني بيسكلي انخلقت من ورا المصاري من ورا الحاجات اللي انخلقت من ورا هول الزعماء القدام اكزاكتلي قد ما بينخر كل شيء عاطل كل شيء ما في شيء ظابط سو انا هلا جيت زبطت كل الالكتريستي سيكتور وجبت ما بعرف سيمنز ما بعرف جي اي عملوا لي كل شيء وصار في كهرباء 24/7 بيمشي الحال في انا اروح على النافعه اخلص اوراق السياره ولا بده يكون الستار والكذا اوريدي مزبط انه ما يدفع جمرك عليا لان كان على 1005 وكذا يعني وي اول نو ذس ستاف او فيك تروح تسحب مصرياتك من البنك اذا بخسر 80% وانا اصحاب انوف مع صاحب البنك بركي بنقدر نعمله وعم نشوف انه ذس از the reality بس is this هل هذا شيء مستدام is it sustainable فينا كلنا نعمل هيك obviously لا حدا رح يكون من الجهة الخاسرة بهذا الموضوع فبدنا نقعد نفكر من وين نبلش اذا مش هيك او هيك من كل شيء لانه ورشة كتير من كل شيء كل شيء بده تزبيط كل شيء يعني من pollution للenvironment بلبنان من الهواء بيروت يعني كله حدا ما عايش بيروت نزل على بيروت بيشوفه it's right there يعني بوجنا الزبالة اللي صارت 2015 نحنا نسينا بس ما هو كله محشى بالوديان وبالأنهر وبالميه جوفية طبعاً so everything that could be wrong كل شيء معقول ما يكون صح بلبنان صاير so نحنا حتى لو زبطنا one thing عنا ألف شغل غير so الحل ما بيكون إنه أنا ركز على this one thing بس بدي يكون مركز على هول 500 things سوا بس كمان حبيت أعلق على هذه قصة الأوفر سيمبليفيكيشن كمان ما تنسى إنه ليه نحن عم نفكر بهول البلانكت ستيتمنتس إنه رح يمشي الحال هيك إذا نحن نعمل هيك بعتقد في كتير عالم بعد 17-20 خرطوا بالسياسة وفاتوا بهول بهالدومين ما كانوا فاتين بالسياسة من قبل يعني جداد بس لأول مرة حسوا إنه فيهم يعملوا شيء سو بركي ما كان عندهم هذه الخبرة اللي أنت عندك يا أو كتير عالم عندها إياه and they felt that they had to be involved فمن وراء بركي هيدي إذا بدك ما حسميها immaturity بالسياسة بس من وراء lack of خبرة بلشت تفكر بهول الستيتمنتس اللي منا كتير عميقة وما في كتير تلومون أنا فت فيها كمان أنا وصعب السياسة أنا وياك مدى قلنا أنه ما بقى حنفوت بالسياسة رح ننطر لبعد الانتخابات تنشوف شو هن الريزلتس وهي أنا بعدها نحن عم نحكي عن لبنان ف it's easy to fall بهول blanket statements وما لازم نلوم حالنا بس لازم نفكر أكيد لقدام يعني partly هيك I completely agree with you انه ما كان في ناس enough بيتذكروا كل شيء صار بالقليلة مش ضروري يكونوا خبراء انا مش خبير a lot of us ما لنا خبراء بس نتذكر شو صار نتذكر 2005 نتذكر 2015 نتذكر everything in between so ما بيتذكروا كانوا too young انا كنت link تبعهم in my mind at least انه انا كان عندي هيك ناس بال 2015 2000 I look up to افهم
انه هيك صار وقتها مدري مين. انا wasn't aware enough. فانا كان هيدا الدور اكتر شيء حبيت لاحظت انه it was useful. هيدا والديسبورا اكيد helping connect them. بس مش ضروري يكون الكل expert بالسياسة. ولا ثورة ولا uprising صارت من 98% من الشعب. It's always a very small minority. ومش ضروري نطلع لبعيد. مش ضروري نروح الثورة الفرنسية ومدري شو that everyone goes back to. الثورة الإسلامية بإيران. It wasn't the Islamists اللي عملوا الثورة. It was the Marxist, Socialist, Liberals. هيدول الناس labor unions. إجوا الشبيبة بعدين ويلي لإلي this was such a complex issue يلي نلاقي sources نلاقي مصادر بينوثق فيها كتير صعب لأن كله عنده أجندة. يا منكره الخميني وسليلته يا لا. So everyone has an agenda. كتاب كيم غطاس A Black Wave could not have put things clearer لإلي. مش معقول يكون أوضح يلي شو صار بال 1979 لما أجا خميني من فرنسا وان صار شيء كمان بالسعودية يلي غير الشفت in the region كله. So كلنا وقتها صرنا it's a different time بعد 1979. It was a very small minority بإيران يلي غيرت يلي قدرت استلمت بعدين. So it doesn't need لبنان دائما أي مات الكل الشعب رح مش ضروري الكل يكون عم يفكر exactly the same ويكون على نفس الموجة. It just takes a committed few تيفرجوا البقية انه فينا نعمل شيء غير في alternative ويقتنعوا. مش ضروري يكون كلهم expert. ما حدا expert بكل شيء. هاي مشكلة تانية عناها بلبنان. كل نفس الواحد بيطلع expert من الزلازل للاقتصاد للبلا بلا بلا نفس حسب الايام على daytime talk show حسب الايام كيف تكون expert بكل exactly. So كل واحد expert بشغلته و they should focus on that. هون we tie in نرجع لفكرة انه وين ما بلش نظبط اي لانه كل شيء الورشة كتير كبيرة يعني في قصص كتير كبار قصص كتير صغار. شو الحل؟ كيف واحد فيه كيف فينا نعمل مش واحد كيف فينا ننقي؟ انا هيك دايما بفكر انه وين بدنا نبلش لانه عن جد وقتها نشوف البيهايند ذا سينز وعن جد بعد يعني ما في حدا بقى مش فاهم قديش ليفل الكوارث بكل شيء. فمهم بدنا نبلش. عندك ناس بيقولوا بلاش بلش القضاء they're all extremely good ideas كلهم افكار كتير حلوه بس الزبط القضاء بس قادة الدرك كلهم او الاجهزه الامنيه ما بيسمعوا الكلمه وما بينفذوا القرار تبعه مثل ما صار مع البيطار. شو بفيدنا انا انه القضاء مستقل؟ مزبوط. اذا زبط لي قوانين بس القاضي بس بيرد على الواتساب تبع الزعيم ما بيطلع بالقانون والقانون غامض انا عمين بتكل؟ ثلاث ارباع قوانينها مكتوبه كانت بنص الحرب الاهليه على نص اي 4 يلي مين ما بده بترجمها على ذوقه. وهيدي بنشوفها خاصة بالسنسورشيب بوقت يجربوا يضيقوا حرية التعبير. ما في ولا قانون أنا كل شيء توقفت لكرماله ما في ولا قانون خرقته إلا لأنه حاسس حدا أنه أنا خرقت القانون ولأنه القانون غامض ومش واضح فكل شيء مش ظابط. فالسؤال وين نبلش؟ منبلش من كل شيء. بدنا حدا يركز على كيف نعمل رينيوبلز بمناطق يصير عنا كهرباء ما نتكل بقى على كهرباء لبنان. ما في أنا ضل ناطر أنه بركي كهرباء لبنان تزبط. عم تصير هلأ بس it's not perfect. كل واحد عم يركب سولر عزاء مزبوط نعرف انه احسنات بده يكون في ديزل جنزة بده يكون في كمان ديزل ماشي لانه مش دايما we can't store السولر بعد. فهذا الشيء بعقد وكتير بالقوة انطروا الناس يعملوها. يا ريت كنا عم نعملها من قبل in a smarter way. كل شيء بده وعنا ناس خبرة ب everything بلبنان. في ناس كتير شاطرة و doing extremely good work من كل شيء من environment لطاقة لpolicy gender equality LGBT rights. ما في حدا مش at least عم يجرب to organize يجرب يجمع حاله يشتغل عليه. سو كلهم بده يكون عم يشتغلوا about everything و change بيصير incrementally شوي شوي. نرجع لإكزامبل الانتخابات لناس بتحب شيء specific ما بيعقدوا طلعوا 13 كل الناس هلأ هيك عم تقول. طب أنا compare them للبقية ايه. ما بدي to go deeper نحن we expected better than them. فهمت هو 13 نايب 10 نواب حدا ما بعرف بوجه ال 115 شو عندهم وراهم تيم يعني اليوم النايب هون عن بس تروح على الكونغرس على السنت هيك it's not senator أو الكونغرسمان يلي بيكتب القانون. شو بده يعرفه؟ عنده تيم وراه 20 شخص بروفيسور من هارفرد لجورج هن اللي بيكتبوا القانون وهو بشوف شو بده يعمل فيها قانون كيف بيسوقها يعني احنا ما عندنا any of those. هيدا النايب كيف بده يلحق على المليون thing we have وقتها ما عنده الجراس روتس وراه movement وناس experts بشغلتها يقله. اليوم كيف بده يعرف النايب من قصص حياتية مثل انه كهرباء وفيسكال بوليسي وهيك ويعرف كمان عن القصص كولتشرال وسوشيال ما بيلحق كيف بده يعرف مين هالإنسان اللي عن جد بيعرف ويكون ميديا سافي يعني يقدر يعرف يحكي فيها بالإعلام
وتو ديفند ات يعرف يسوقها للناس. اليوم انا عندي فكره بتعقد وما حدا اقتنع فيها, شو لها معنى؟ اتس جريت نحكي عنها بالصف, وبعدين كيف بدها تطبق هاي؟ تطبق everywhere؟ ما عندنا هالالترناتيف بعد. يعني هو 13 في حزب وراه هون that's actually organizing, يلي عنده هدول الخبر, يلي عنده هوت. ما عندنا في attempts عم تصير, ومن اللي عم شوفه lot of good examples من national block غيرهم عم ينظموا حالهم, عم يشوفوا شو بدهم يعملوا, they're looking to the future, عم يقسموا الشغل بين بعض, كل واحد expert. يعني seeds are all there, واللي عملناه is extremely important. إن كان إنه 10,000 شخص صوت ضد ليستة الحزب بجنوب تالتة, هيدا يعني بيعملوا كل شيء to minimize it. مين كان هو ده ever imagined هيدا معقول يصير؟ فدايما التفخيط ببعض is nice, ومنعرف إنه كل تيفيات لبنان that's all they're gonna do, رح يقولوا إيه ما في شيء رح يزبطوا كل عمره هيك لبنان وحقا هيدا بس وبس. بس ignoring reality, يعني إذا بس من focus على شو مصير, على شو عم يصير, منلاحظ إنه a lot of things happened that were great. يعني مش كله doom and gloom وفشل, بس it's not enough. ونحن كنا عم نضحك على حالنا إذا مفكرين it's enough. يمكن كان في مرحلة دغري بعد 17-20 كان في هذا الهوب لـ change حقيقي جذري بسرعة. It was there, well, I'm sure it was there. بس اليوم everything else changed circumstances. من pandemic للانفجار للحرب يوكرين لشو عم يصير بإيران, so much changed in the world. شو عم تعمل يوروب, شو عم تعمل أمريكا, ومين إدارة هون. It's not the same place. So للجروبات أو الأشخاص اللي بعدهم معلقين بأول 3 شهور, I wish we could stay doing that forever. شو قصدك اليوم؟ شو قصدك المعلقين ب سوري تقطشك بس اكيد اكيد يعني تشرين تشرين الثاني كمان بس شو يعني صح. كيف المنتاليتي هول كانت بثلاث اشهر؟ الاول اور نثينج ذات واز اكستريملي امبورتنت للحظتها. اتس فيري امبورتنت تو رالي كل الناس بشيء معقول يجمعنا كلنا بالبير مينيمم اللي هي كلهم يعني كلهم كلنا ما بنطيق ربهم هلا بصيروا كلهم يجربوا انه بس هيدا لا يو كان دو ذات از ماتش از يو وانت بس اليوم بس اليوم كلهم يعني كلهم it needs to have subtitles و it needs to تتفرع على قصص معينة. أنا كيف طبق كلهم يعني كلهم على المرفق مثلا؟ مين كان مسؤول على المرفق؟ صح. هل نايب بلا طعمي أنا ما بطيق ربه من مدري وين هو كمان له عليه as much as حزب الله يلي بيأثر شو ما بده, أو على الحريري, أو any of the main guys يلي نعرف إنه كل شيء بيعرفه عن بورش؟ لا مش كلهم يعني كلهم in this case. كلهم يعني كلهم I agree with. بس اليوم أنا عاد انفجر بيتي اوكي بالانفجار وبيجي بيقول لي انه هيدا اكزاكتلي مثل يلي كان مستلم البار, انا كيف بدي اصدق؟ الناس ما منهم هبل, هاي مشكله سياسيين بلبنان, وكل ناس لوت اوف ناس الاشخاص بيشتغلوا بالسياسه فكروا الناس هبل, الناس ما منهم هبل بيتذكروا كل شيء وبيعرفوا. نصر الله كان يطلع لهم يلا زرعوا على البلكون وهيك بيمشي الحال, ما مشي الحال وما حدا زرع صار يلا منروح على الناس زرعوا, بس مش كانوا مع الحزب, كانوا لوكال جراس روت كوميونيتيز ركزوا يعملوا شيء من جامعته يعني من 100% قلنا منتجها شرقا ما ادري اوكي ما مش الحال, قلنا بنستخرج النفط وهيك راحوا طبعوا مع اسرائيل كرمال رسموا الحدود 1 و2 اسرائيل عم تستخرج وتبيع ونحن عم نفكر بركي توتال تيجي يمكن وعدونا شو قدروا يعملوا in this in any of these things. فاليوم هيدي الاول اور نثينج منيحه كانت تا الناس تتحمس تنزل اكيد, بس تحت وكان عم يقعدوا ينزلوا يحكوا عم يلاحظوا كان ما انهم متفقين على كل شيء, بس صاروا كأتليست عم يحكوا عنه. أنا ما كنت عارف مثلا أنه البنوك كانوا عاملين هيك for example, هلا صرت أعرف لأن قعدت مع جروب كان عم يحكي عن شو عملوا جمعية المصارف وهندسات رياض سلام وكذا, لأنه مثلا بيفكروا أنه الغلط بس على المصارف بس على الأقل صح فيك تحكي أو بس على السياسيين والمصارف actually نحن we need them والاقتصاد اللبناني بمدي عليه بلا 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 all that you know rhetoric من المرتين وتعلمنا تعلمنا كتير واكتشفنا كتير قصص وهلا اليوم فاهمين كل conversation نتعلم تدي جنائي سنة نعرف شيء مين ما بيعرف تدي جنائي. هم ما كانوا باللكسيكون فكلهم يعني كلهم was enough تا نوصل, بس it's not enough to govern كدينامو كانت دينامو. رح اخد هون example لأنه أنا هلا عم هيك اتعمى أكتر بكيف السياسة تمشي بأمريكا. بايدن وساندرز أوكي اتنيتهم ديموكراتس بالاسم, برني ساندرز كتير أقصى اليسار compared لبرني, يعني بده قصص أكتر بكتير. بايدن كان وقت شافوا الثريت يلي هني كانوا حسينه اجتمعوا سوا كرمال يشيلوا هذا الثريت يلي هو إنه يطلع له ترم تاني ترامب. بس بلبنان ما بيكونوا نفس الحزب برني بايدن قد ما هني بعض عن بعضهم, بس إذا أنا بعمل ستيب لورا كتير من القصص يلي كان برني بده يحققها انعملت على وقت على عهد بايدن لأنه من البريشر اللي صار عليه. Is it enough؟ يعني مثلاً 10,000 شلنا لهم من دين,
ليش ما شلت 30,000 أخي؟ بس ما كان صفر قبل. يعني at least they were able to govern من هالناحية وقت لقوا الكومبرومايز. هل هن متفقين على كل شيء؟ أكيد لا. هل بيعملوا دعايات ضد بعض بيفختوا بعض بعضهم؟ for sure. أنت مع الشرك وأنت مع رأس مال وبلا بلا وأنت مع الشعب. So بدنا نبلش نفكر بهالطريقة لأنه كان الالترناتيف شو؟ إنه يربح يلي هن الخصم طبعاً in our case عم يربحوا يلي الناس بالسلطة وقت نحنا الانرجي كلها عم تكون على التفخيط ببعض أو على قصص مش هالقد أساسية للأوفرال عم نضيع انرجي ووقت وأهم شيء اهتمام الناس. اليوم إذا أنا ما بحبك وما بحبه بس أنا وياكم بدنا نشيل هيدا القنينة من هون في أنا ضل النهار نتخينا أنا وياكم أو إلكم مثلا ليك طب إذا أنا بزيحها شوي أنتم بزيحوها شوي ومنحطها هونيك نرتاح أنا وياكم. هل أنا صرت ابن سيتن لأنه أنا اشتغلت مع ميديا ومعين on this specific issue إذا مشت الأمور الناس؟ إيه أنت عم تقول يعني الانتقاد given أكيد it doesn't compromise على الأساسيات يعني اليوم ما في روح أجي مع واحد principle تبعك أكيد كل ما حدا يحكي بفجره روح أعمل معه compromise. يلي صار وقت بفترة 2005 ل 2019 وقت صار كل شيء يعني في things you can compromise in compared هيدا البعض معنا إيه والenergy أنا وين السقف إيه في أساس ما يعني إن كان مثلا عن السلاح عن السيادة عن ال يعني انه يتحاسبوا المصارف لشو عملوا والدوله الناس كان مسؤول كمان تتحاسب هذا ما في مسابقه قضاء مستقل بلا 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 هو جيفن قصص الباقي عن كيف انا بمشي الضمان الاجتماعي اذا بعمله سنجل بلاير تاك ولا بشوف كيف بظبط ولا بشيلها كلها وبخلقها من جديد هو فينا نتخانق فيهم قد ما بدنا وخلي الشاطر يجيب اصوات اكثر. انا بيك فان اوف يلي بيقدر يجيب اصوات لانه انا على الناس. اليوم كان في ناس ربحت بهالانتخابات 13 ناس لا This is a clear indication من الناس شو الناس بدها. الناس ما كان بدها يلي إقصائي ويلي بده يفتح حسابه ويروحوا بلطوا البحر أنا بدي أعمل بدي إياه أنا أو لا أحد وين أنا بمنع انتخابات internal لأن أنا خايفين أنه ما بقطع لأن جبت أصوات. أكيد مشكلة منا منفذ لإلي وأنا ما مشكلة منفذ إذا بيطلعوا ريالتي منفذ للأشخاص ما بتعرف مواطنون مواطنات or anyone else سيابة تعطينا هالإكزامبل لأن أكتر شيء كان بارز as the anti doing a coalition or thinking pragmatically of getting results مش بس اطلع اعمل خطابات بالفصحى حلوة تنحط على الفيسبوك إيه؟ انه come on يعني او imagine what little he did مع البقية و the effect he could have had على الكوليشن يلي هون عمل يلي ما كان طايق وكان لقله اضرب من الناس يلي بالسلطة. This is one example I don't want to dwell on it لانه I think we're past that وشفنا انه الناس لاحظت انه it was the wrong decision most of them they're figuring out شو يعملوا هلا بس مش يعني هدوليك ما كانوا even worse بس في عالم بمواطنين ومواطنات كتير قضايات وانه عم يجربوا يعملوا فلو most of them from what I can see يعني من بعد اخر like dictatorial tendency اللي عندهم هون I think it's not a problem بافكار منفذ it's a problem generational يعني هو جاي من وقت وين انه في زلمة قوي وهو بيقرر كل شيء وانا الزعيم وانا بده بيحملوا له صوره people don't want that stuff. هو بس يعني تنوضح الصوره هو قرر يجدد هو كأمين شرب نحاس مواطن مواطنات قرر يجدد صار في ضل forever يعني مثل مره واحده فقط يعني انه we don't want this stuff لو هو بيعقد لو he's the perfect candidate ما بدي انا يضل حدا forever لا وهو غير القانون لانه حاسس انه بركي و it backfired on him I'm glad it did لانه it's a learning experience مش لانه انا ما بحبهم وبدي يصير فيهم هيك أنا لقلي خسارة وقت هنا ما يكونوا أقوى من حزب السلطة أكيد. أنا بفضل ألف مرة أكون أنا متخانق مع منفذ مش مع الحزب أو these people لأنه I can at least reason معهم وأنا ويهن most stuff متفقين عليهم بس بيننا بس بالتفخيط and I think this is what we need to get over over بلبنان in terms of كيف نعمل grassroots initiatives نركز اليوم أنا شو شاطر خلينا نشوف other people بيعملوا هذا الشيء ونركز عليه وأنا إيجي أقول هيدا مشروعي ودس وخلي الناس رح people will come with you إذا عندك مشروع خالص بس ما they will never come with you إذا أفكارك حلوة. اليوم أنا ما في يجيب 5-6 بلديات حد بعض جيب كل الموتورات قشطن للمافيات الموتورات أنا استعملهم وحد جنسيتس كمان يعني إن كان ديزل وسولر وأنا بعطي للبلديات اللي أنا استلمتهم كهرباء بتيجي الدولة بتقلي ممنوع تستعملهم لأنه العواميد والهيدا للأدقال خلي يجي درك يفك كل الكهرباء بضاعتي إذا ماشي خليني نشوف إذا حدا من الضاعة بيخليه يفوت وقت أشوفه باقي الضيع إنه صار أنا عندي كهرباء وقت أنا بطلت بهودن لهو بيصير في دومينو افكت بس إذا أنا بيجي بقول لهم هاي فكرتي شو رح يعني الزعيم رح يقول والله ما هو حق حلو الفكرة وبعمله لا ما حيتقبل التغيير بس خلي يجي
حيلا جهاز امني من تابعين للسلطه يجي يشيل الكهرباء اذا انا قدرت اعمل ان ماي لوكال يعني انا بالمحيط المحلي تبعي قدرت اعمل ريسايكلينج صح. مش مثل ما عملوا بصغرتها على فكره جابوا كهرباء زحلي عفوا ما ايه زحلي لان ما في رينيوبلز كمان فور اكزامبل بس ادي زاد لان عندهم امتياز من ايام الانتداب تو دو ذات بس تشوف قد السلطه يعني جربوا قد ما فيه انتو كانسل ات تصير زحله كمان ما عندك كهرباء وتكون بارت من ادي ال بس ادي زاد ادي جمعت ناس تو سبورت مين ما بده كهرباء لو القانون ما بيقول هيك يعني انا بتعادني بالعتمه لانه بدك تفيد ادي ال سو وي نيد تو جيت تو ذات بوينت وان احنا منا ننطر طب بكره الدوله تصير منيحه وهيك وي كان دو ذات اند اتس هابينج اوريدي مين ما عم يركب سولر كتير ناس عم يعملوا هيك الارض بس it needs to scale up لازم تكون اكثر بكثير ايه ما لازم تكون بس مبادره شخصيه بركي او ونتعلم من بعض يعني اليوم اذا الشباب عملوا شيء صح بمنطقه انا open بشوف كيف ايه يعني we need to teach each other يعني انا بروح بقعد شهرين ثلاثه عندهم اه نحن وقت صار معنا هيك عم عملي all these things need to happen نعمل workshops من بعض يعني بتعرف عم تحكي عن سولار بانلز ذكرتني بقصه في رفيقي كان عايش بجناح وركب سولار بانلز ولانه عايش بهالمنطقه كل ما بيعمل حدا مهم خطاب يعني كان بيهبري او حسن اصلا بيبشوا يقوصوا الشباب بالهواء هو كان مركب سولار بانلز بألف الدولارات يعني طلعوا الرصاص ورجعوا نزلوا على سولار بانلز فده قال له اللي بيجيب له سولار قال له ليك عندك بوليت بروف سولار تخيل بأي بلد احنا عايش هلا بيعملوا هيدا الانوفيشن الجديد كرمال لبنان بيعملوا مش معقول ذكرتني مره عم احضر دوكيومنتري عن شيء بافغانستان عن الجيش الامريكاني وعم يعملوا انترفيو مع عسكري وراه كان في موتور مثل موتور الحي جبيلي بروز لا انا قلت ليش فورورد اوبريتنج بيس بكندهار عنده جبيلي بروز فت اشوف هيدا قد ما عندهم اكسبرتيز يعملوا موتورات من بلبنان عم بيروحوا فيلد ستيتس تانيين تخيل باكثر محل في حرب عرفت امريكا وتشوز الموتورات المعموله بلبنان قد ما عندهم اكسبرتيز فظيعين ايفري ون انست يكون يعني زعلت انه ام لايك انه ليك قديش نحن شاطرين ان ذات وان ثينج بس ليش سبب لانه ويف نيدد ات اول ذيس تايم لان ما عندنا كهرباء اتس هيك ذيس سمبل ثينجز يلي بصير اقول انا انه يا ريت لغير شيء جوينج انتو هيدي انه شو نحن لازم نعمل بدنا كمان تو ما نحس انه رح يمشي كل شيء بسرعه اي ثينك كلنا اقتنعنا وكل الناس فهمت انه مصرياتها بالبنك اختفت بح راحت كان بعد في فتره كان الناس انه ما اذا بننطر شوي بركي بيزبط اي ثينك ايفري ون ريلايزد انه خلص خير لدرجه انه ما عم نسترجي نحن نقول شو هلا الريت الهيدا بتعرف شو رح نقول قد ايه هلا الريت فيك تشوفي 96000 لا 86000 سوري 86000 اوكي هلا بنشوف شو بيصير اتس غانا كيب جوينج اب يعني ما عم يتغير شيء سو ما بعرف واسط ما في سقف لانه ما عم يتغير شيء ما عم يصير شيء بتذكر وقتها كنا نقول في بعتقد خيك قال انه ايه رح تطلع على 50000 طلعنا فيه لا وشباك ولو يعني قال اياها من 3 سنين قلت له بشرفك هلا قال ايه فيها توصل لل 50000 شبقنا فوق ال 50 ومكملين يعني انه اذا ما عم يتغير شيء ليه بده يتغير الاوت كوم يعني بدنا نكون واعيين شو عم يصير هلا هلا انت عم تحكي عن قصص انه اذا بدك براكتيكال انه عم نحكي عن الكهرباء وهيك بس في ورشه كتير كبيره سياسيا كمان اوكي في البراكتيكال في المصارف وكل شيء عم بيصير وفي سياسيا انه النظام كله النظام كله والناس اللي عم بيتخبى ورا اصبعهم عم بيقولوا لا مش بس حزب الله المشكله ونحن يلي عم نعمله هلا اليوم الجروبات السياسيين اذا بدك يلي بعدهم على الارض يلي أكيد. بعدهم عم بيشتغلوا اتس ديفيد اجينست جولياث ابسولوتلي اكيد وان از لوت سترونجر من ا لوت اوف سنسز بس هون خلينا نحكي عن الالفنت اوبسلي هن الالفنت ان ذا روم هلا يعني بطلوا الالفنت ان ذا روم بفتكر ميتافوريكلي ايه وديفيد ربح في كمان هيدي الشغله ممكن انا اي دونت كاونت على القصص الدينيه تدير حياتي بيرسونلي بس انا هاي ميتافور بركي في ناس ذاتس انف فور ذم اند ام جلاد بس لإلي everything كل المشاكل كان تاي باك تو حزب الله ويلي بيقول لكم غير شيء از لاينج او ما عم يكون او they don't know better انت خطابك على فكره صار خاصة بعد أربعة لاحظت أنا هيدا الشيء على فكرة يعني ليه إنه صرت أكتر إنه عم تتهجم على حزب الله أكتر وعم بتحط أغلبية المسؤولية how could it be clearer يعني مثل كأن يعني therapist طبعا قال لي إنه أنت مثل whistle blower عنده الداتا وكل شيء وعم تجرب تخبر ناس وما حدا عم يصدق وبلاش تخوت
This is the reality تبع كل لبنان over time. يعني احنا وقت كان حدا يغتال بلبنان بركة اسرائيل كرمال يشوه صورة الحزب. People used to believe that هيك نقال عن لقمان سليم. هيك نقال عن لقمان سليم. لقمان صار في awareness أكتر ناس تعرف انه هو قتلوه. قبل بس لو كل الاغتيالات صارت over the years جبران توين ناس امير قصير. انه بركة اسرائيل عم تعملها بس كرمال تنزع سمعت لأ. وكنا we used to buy into this gaslighting. هذا الكذب الواضح بعد اربعة اب it could not be clearer. ايه بس لقلي. وانا كنت بقول يطلعوا لان 14 اذار كانوا بوقتها الفاسدين انه يا الله ما فينا نعمل انترنت منيحة لانه في السلاح الحزب الله. فانا كنت فكر انه شخي شخص سلاح بتجيب لي انترنت منيحة. Now it's very clear انه لو شو ما تعمله هو the final word رح له. هو إذا قرر بكرة أنا بدنزل احتل بيروت كل شيء we might ever do ما له معنى بيصير بيتبخر بثانية. بدنا نعمل تحقيق جرب يقتل القاضي المحقق. يعني we cannot ignore هالمشكلة. Anything we do can be stopped by them. بس هون وين عم نقع بالفخ التاني وين صار حزب الله البعبع يلي كتير أسكية وكتير شاطرين وبيقدروا يوصلوا لمين مكان وهن القصة كلها وبلا بلا بلا اللي بتخليك تفقد الأمل وما تفكر تفوت بمبادرة جديدة لأنه بتقول خلص صارت شو الحال تبعك لحزب الله هيك ما حيمشي الحال كيف طيب مشان هيك بيفكروا أنه خلينا نحكي معهم و... ايه نتفاوض معهم which we've tried several times احنا بدنا يعني مع ال people that support them ideologically ايه أكيد لنحكي معهم مع ال actual منظمة لا أنا ما في أحكي مع شخص اللي عم يقتل أشخاص لأنه هو مش عاجبينه بس خلينا تو re-examine هذه الفكرة أنه كيف حسب الله invincible no way ومئة سنة وبلا بلا بلا خلينا ناخد كم example مش من زمان يعني هلأ عم يصيروا تطبيع مع إسرائيل كرمال رسموا الحدود البحرية إسرائيل عم تشيل من كريش وتبيعهم وهن بعدهم يمكن توتال بركة تجي بعد سبع سنين قرض الحسن الأنجل كلهم أخذوا عليها انه ليكو الحزب شقويه عندهم اي تي امز بيطلعوا دولار فيك 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 ايه فيك تفسر شو يعني تشرح شو يعني كارد الحسن للعالم سو الكارد الحسن از ان ان جي او للحزب لحزب الله وين صاروا كايند اوف لايك بانك الليجل بانك وين انت فيك تفتح حساب تحط مصرياتك تسحبها تعملي قرض اوبفيسلي كلها سو لكن مجله تبيض اموال يعني كمان اذا فكر فيها انه هلا طلع سانكشنز انا ما راح اجزم على هيدا بس هو شو الانترستينج فيه انه الاستهلاك المحلي شو كان انه ليك وحزب الله قد قوي هو عم يقبض بالدولار بس كلنا بعدنا عم نقبض بالليره بس ما بيلاحظوا هن انه عملوه لحدا هالقد مستهدف من كل العالم خلقوا داتابيس حطوا كل الناس يلي منتمي لهم وشو اسم مرته وشو اسم اولاده وين عايش قد ايه معه مصاري يعني مثل عملت باكج لكل انفو ما بدي عدوي يعرفها عملت له هيك نيتلي باكج باكسل شيت كرمال على تويتر يطلعوا كم انفلونسر حزب الله يقول ليكو نحن عم نقبض دولار وكذا وانتو على لبنان يعني تتشوف قديه ما عندهم بعد نظر بهالقصص افكارهم الاقتصاديه صار كل الداتا مع كل الايجنت سيكريت ايجنسي عمره 19 سنه بام اي تي في فوت حالة داتابيس اون ايرث هلا القرض الحسن راح يكون هون الامريكا ما بتقدر تو سكيور اول اتس داتا يعني ان دي انترنت ما في شيء سكيور فانا بروح بعمل داتابيس يلي في كل الناس اللي انا عند هاو از ذات وين انه بس انا زرك على الناس يلي منن مع الحزب انه انتم ما عندكم دولار انا عندي افكارهم الاقتصاديه ويتش وان اوف ذم مشي غير انه هن ورياض السلام يشتغلوا يحطوا دعم كرمال يخدوه يعيشوا الايكونومي تبع بشار الاسد وايران على ظهرنا ذس از ذير جريت ات كابتاغون فانتاستيك ات بيضلوا له افكار كل شيء باقي ذير نوت جود ات يقتلوا ناس اللي بتحكي عنهم ذير نوت جود ات وإذا نحن معتبرين إنه هن القوة لا تقهر وبلا بلا بلا خلينا بس نطلع كم مرة طلع نصر الله قالنا ما رح تسقط الحكومة سقطنا ثلاث حكومات ثلاثة إيه شو له معنى الحكي تبعه أنت بتعتقد حزب الله ضعيف بالشعبية تبعيته أكيد ضعيف مش إنه بالشعبية تبعيته أكيد عش وين هول 10,000 وين إجوا صوتوا ضده صح وإتس إتس بيج ديسيجن تو تيك إن ذيس كوميونيتي يعني طيب أنا فيك بشدك من شعرك من حريمك يعني في خطر على حياة الأشخاص ليه صوتوا ضد هو مش إنه بيحكي كرمال يكون كول لا 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 his money where his mouth is راح صوت and knowing انه هن اكيد راح يعرفوا لمين صوت طارق البيطار they failed he's still there he's still doing their job قال له بدي ابعك وبعت مسلحين يروحوا يجربوا يهجموا عليه يقتلوه وما زبط يعني ايران اليوم is in a place ما فيها تدعم حزب الله مثل ما كانت ومش هناك هلقد حزب الله عم ينحر باللوكل هبش لان ما بقى يجي مصاري بده يهبش من غير محلات ان كان وزاره الصحه for example بس تتخيلوا قديه هن يعني قديش انا كان في كلاريتي خمسة اب قبل ما تطير حكومة حسان دياب اجتمعوا تيتربلوا البادجت تبع مستشفى حزب الله رسول الاعظم وما زادوا البادجت تبع
المستشفيات الاكشلي مضرره من 4 آب، والناس كانت على الطريق عم تقوص بعيونها يتقتلوا قبل ما يفل حسان دياب ليك عشو فوكسو يقطعوا يترب له رسول الاعظم. سو انا اليوم بتطلع ايران is in a very bad place. هن قرروا يروحوا مع رشا بالحرب تبع يوكرين. سو اوروبا كانت دائما عم تعمل فوتسي مع ايران، يعني كل ما يكون مزروك الحزب ماكرون يركب طياره يجي يخلصهم. قاعد محمد رعد عنده بالسفاره وتلجيتمايز دم ودايم واعطونا شهر وانطروا شهرين وروقوا شوي وكذا بعد 4 آب. This is not gonna happen بقى، لانه it chose to stand against Europe مع روسيا ضد يوكرين. يعني بتذكر ب4 آب وقت اجى ماكرون قال لهم انه اعطوهم، يعني اعطيهم لايف لاين، خليهم خلصوا الاستمراريه. الناس خلص راحت قتلهم ببيوتهم. صح بعدين بتذكر وهو اذا بدك خل يعني عمل دايفيرجن اذا بدك لكل هذا الغضب اللي احنا كنا عنا اياه سوبر السياسيين ومدد لهم. اي اشترى وقت. سو هيدا از جون السبورت من ايران جون. نحن عم ضل ننسى انه هن شو عملوا بسوريا. فول سبورت جون. انه اليوم هلا النظام بيلو بالحزب رح يكون اكثر من هيز اون اتس اون سرفايفل. اي لا بعض المظاهرات عم تصير. صح وهيدا ما رح يتغير. يعني اللي عم يتظاهروا كانوا الجنزيرز يلي ما كانوا ايام الثوره، هو ما رح يفلوا وهن الاكثريه. صح. وحزب الله بعد ما راح ساعد الأسد it's not the same. حزب الله يعني احنا كبرنا knowing it's not مقاتلين مخضرمين veterans وهي كذا، it's شبيبة بدي يقبض دولار ويلا they need to fill bodies يكبون بالmeat grinder اللي كان سوريا كرمال يضل الأسد. So even militarily manual مثل كل ما يجيهم سلاح جديد تقصفهم إسرائيل وهن ما بيعملوا شيء about it بسوريا من over لبنان. So إذا منتطلع كل هاد data points فينا ناخد شيء أسخف كمان. دي قاموا القيامة على السكتش تبع حسين أو ومحمد دايخ. أحلى طيب عالم. أنتو دي بيجيكم كومنتس على سوشيال ميديا ناس هيك عم تهدد عم تكذا عم تسب بتردوا على على كلهم؟ لا لا أنا ما برد على حدا أصلا. أنا personally which I completely support. بس إذا حدا that is an actual threat وشي legitimate عم يقوله أو شيء عم يهدد لي whatever I'm doing I will respond. طب أنا بس أطلع أنه حسب الله كل شيء هو ملهي فيه من يمن للعراق له سكتش بايخ هو بيضحك يعني بس انه it's not يعني if it غير العالم front هل قد they put effort حللوا دمهم و coordinated attacks على كل السوشيال ميديا وفول بيج الاخبار واسعد ابو خليل من هون قاعد بسان دييغو نازل فيهم لهالنكتة. Why would they react so much put so much resources اما انه عتلين هم عتلين هم لانه it's reflecting the reality بالcommunity. استمعون انا قد ما اكون مآمن بالافكار اللي حزب الله بوتس فورت يلي ما بيشتغل عليها اللي هي المقاومه وتحرير فلسطين وبلا بلا بلا ما عم يعمل شيء فيهم يعني اوف ذو صار له من 2000 من سنه 2000 قد ما اكون انا مقتنع ما كمان يعني بالاخر راح يصير لاحظ وهن عارفين هذا الشيء وذات شوز انه هن باتربين المجموعه اللي بتخاف من نكته ما انا مجموعه قويه باتربين وليك اي اكسبكت ذم انه يعملوا هيك ذا بير مينيمم انه ينتقدوا يقولوا هذا ما بيسوى وبلا بلا بلا بس تو هل قد يحطوا انرجي وريسورسز على هالموضوع يعني هن بتر يعني ذير بتر بين ذاتس ذا رايت وورد بتر بين كثير حلو افهموا الناس اللي عم يسمعوا حتى بالسبتايتل بتر بين بتر بين انه لا مثل ما بنحكي عم نحكي اللي بحبه بمحمد حسين كوك انه رغم كل هذا الشيء راحوا عملوا شوز بالنبطيه يعني بمحل عاده العالم بتعتبرها حزب الله ممنوع ايه بدك تكون اوكي ليك هيدي ماسف قد ايه نحن بنعتبرها ديتيل بس ما انا وقت حط هيدي ان كونتكست تبع كل شيء باقي صار ذيرز ا باترن ذير اكيد كل شيء باترنز البرين تبعنا معمول تلاقي باترنز ناس بتلاقي بتجرب تلاقي باترنز ذات ارنت ذير ابوفينيا اسمها هيدي هذا ما بتعلمها انا ابوفينيا هيدي فصلنا اكثر بدي كثير وقت عم بقدر الدكشنري عم نورت لوين هيدي كلمه هيدي كلمه جديده بدي اشوف حالي فيها لا ما بعرف اللي قريتها بقيت فيه لان مثل ما عم تقول انه نحن بنجرب مثل كانه نظريه المؤامره انه بتخلق شيء هيك كونسبت براسك انه هذا الشيء صار من ورا هذا الشيء كرمال تقدر انت تستوعب الا ما فيك تفكر بالراندم انه هذا الشيء بيصير اكيد اتس فيري سيف ما هي ما الحلو انه اليوم ليش ما في رئيس لانه مدري في الديلز بالايران بعدها عم تصير بجنيفا اخي ما حدا باله فيك نو ون كيرز اباوت يو بس ات دازنت فيل نايس It's not يعني مش حلو هذا الشعور انه انا ما عندي كنترول ابدا اي ما انا بحب اعرف انه هي دول ناس بشي اوضه معتمه شي محل قاعدين عم يخططوا اذا بنشيله لبدري ظاهر من الحبس ولا لا
you are a detail منك مهم. Who cares about بدر الظاهر إذا بالحبس ولا لا in the grand scheme of things. بس أنا عايز حس إنه حدا in control. بس reality is ما حدا بيعرف شو عم يعمل. عم بتكب مسؤولية على شيء خاصة تاني. بلبنان بالسياسيين تبع ما حدا منهم بيعرف شو عم يعمل. مش شغلتهم وهن بيعرفوا إنه هن يعني هن عم يكذبوا علينا وبيعرفوا إنه نحنا بنعرف إنه هن عم يكذبوا علينا ونحن بنعرف ذات وكلنا ماشيين بهذا مثل آدم كيرتس هايبر نورماليزيشن كلنا exactly. ماشيين بهذا الشيء when in reality بنعرف this is not our do or die. يعني مش ضروري نموت على هيدا to die on this hill هالموضوع لأنه overall منه هالقد مهم. أنا بدي أشوف أنا كيف بدي ضل عندي استامينا كيف بدي نمي الأوريدي أنا عملته والكدا ما عمله غلط زبطه. This is what we're not doing enough of. في a lot of people doing it. في كتير ناس عم تشتغل هالشي. أنت عم تقول scaling up ضروري ضروري لأنه كل المقومات دير. يعني نحن كل شيء مثل ليجو everything exists everywhere. بدنا بس نحطهم together. عنا ناس بيعرفوا all these things. عنا ناس willing يحطوا مصاري. أنا إذا بدي جيب investors لبنان هلا كيف بدي يحط مصاري بلبنان كرمال يتهربوا على to fund the war effort تبع شو عباله نصر الله هجوم يقاتل فيه كلنا. يعني ليش الاي ام اف والورلد بانك كذا كله ليه ما حدا منهم بده يعطينا why would they they've gave us given us so much كله طبخ تمام. It happened once, twice, three times. بعدين وصلنا للمت خلاص ما بقى عم تصير. ما نتعلم اللي شفناه يعني. قد ما يكون الدونر قلبه طيب وضل يقتنع فيك وانت فيك ضل تضحك عليه. لا خشش الدونباس بطل عندك سؤال. Again. شو الحل؟ كل شيء. Again. الحل كل شيء. One, I think, and إذا بدنا نحكي بس عن حزب specifically. وسياسيا. نبلش to look at it for what it actually is. يعني نطلع عليه إنه شو هو هيدا الشيء. هو منظمة عندها قوة أكتر من كل منظمات البقية بس coordinating معهم. يعني الكل يمكن مش انه نصر الله بيدق لهم بيقول لهم شو يعملوا بس في هيدا الخشبوشيه and we see it هلا بالسانكشنز طلعوا. يعني هيدا التوب ايكونومست تبع الحزب وبلا بلا بلا طلع عامل ديل مع سلامي اللي هن النهار بيقولون انه هو بس المشكله. طب ما اذا هو بس المشكله اللي عم بتوطأ كيف تركينه كيف تركينه مين هو هذا الشخص انه سلامي انه everyone هن ما الحزب ما بيحبه. لا مين هذا النمبر 1 الايكونومست تبع الحزب مقلد حسن مقلد حطوا عليه الاوفك هلا ما يعني دي made it clear كيف كان عم يستفيد الحزب من رياض سلامي وان رياليتي طب ما وين بده يبيضوا مصرياتهم الحزب ببنوك لبنان يعني عمين عم تضحك هيدا الدايكوتومي اللي بيعملوها بلبنان بيقولوها طائفيه انه نظام مصرفي للمسيحيه وهيك وهن الشيعة عم يهجموا. شو عم تحكي خي ما وين المصريات تبع الحزب واز جوينج وين عم يحطون كان بسايبرس ولا ببنما عم يحطون ببنوك تبعنا. طيب عم نحكي سو هيدا النكته انه ايذر اور نو اتس بوث اوف ذم حزب الله از ات ذا كور بس از ات انه هو بيدير الدي تو دي لا فإذا approach it من هيك ما لنا خايفين ما في يقتلنا كلنا رح يجربوا يقتلوا as many people as they can بس they can't kill everyone. وقت نحن ما نعود خايفين منهم منلاحظ قد ايه هن افكارهم الركيكه ما عنده مضمون يعني يعني طبعوا مع اسرائيل كلمه رسمه حدود بركي كانت قويه من زمان لانه كان في بعد وقت كان مقاومه بعد 2006 ويعني كان في هاي الشعبيه sure. وقت بعد ذات يمكن لفتره بس خلص بطل. ان if we look at it as that we call it as that هيدا اول step تنروس اليوم ما بيعرف شو عم يعملوا so if we do something better people will choose us over them وصارت يعني بالارقام صارت. طبعا على هيدا الاساس جينو انت بتعتقد انتخابات البلديات كمان رح تاثر على هذا الشيء؟ لا ليه انتخابات بلديه اهم بألف مره من البرلمان. ليه؟ لان شو بيعمل نايب لبنان ما بيعمل شيء ماشي عنده بلديه قصص يعني بنشوفهم they exercise the rights تبعهم ما يخلوا اللاجئين السوريين يمشوا بالليل وما ادري شو يعني ليك قد ايه عندهم باور بس ليك على شو بيستعملوها يمنعوا هالايفنت لان مش عجبني او عباده الشياطين وما ادري هول الحركات كلهم بدنا معهم مشروع if they focus on actually improving يحسنوا حياه الاشخاص اللي ببلدياتهم. بلديه واحده بتقولي لي بس 200 واحد والبادجت تبعهم 5000 دولار بالسنه whatever. طب انا جبت 10 من هالبلديات بالقضاء وكلنا اتفقنا وجبت كل رؤساء البلديه والمجالس واتفقنا انا وياهم نعمل بروجرام سوا هو would stop us. انت عم تقول لا مركزي لانه في الميزانيه بتجي من مصر في لبنان right? يعني في والتاكسس تدفع تاكس البلديه انت إيه؟ يعني وتنقل وهيك يعني there's a lot of revenue stream لالهم حتى بلديات يمكن عندها something extra parking على الطريق whatever يعني they can figure it out. وفي من وزاره ما هي وزاره الداخليه والبلديات there's حسب انت قد ايه عندك سكان بيطلع لك بادجت معينه بس هالبادجت وين بتروح لكل الناس اللي لها علاقه بالسلطه الولاء ايه بيجي الولاء مزبوط اشخاص عم بيجوا they're falling in line عم بيطلبوا اللي احنا بدنا اياه. سكرين جريت اكزامبل كان لك 80% من موست بلديات بادجت سكرين لتنظيف النفايات بلبنان 100% اوفر هلا بطلوا صار غير شغله بس فور لونج يعني لاطول وقت كانوا هن اغلبيه البادجت تبع بلديات صغار تروح للم الزباله
لشيء very inefficient وقتها كيفين نعمل solutions أهين بكتير والمصاري عم ندفع للسكلين تتروح لشيء بلا طعمة anyway كنا بحطوه بمطمر مش إنه حتى عم يعملوا recycling لا عم بيخدوه من المحل عم بيكبوا ما عم يعملوا شيء وبيخدوا إذا بيشيلوا recycling بس بيخدوهن طيبيعون كان في recycling شوي للقصص بتطلعوا مصاري بس إيه as usual catalytic converters rare earth metals هو مين ما بده يكر وممنوع كان أنت تعمل لهم ريسايكل يعني اذا انا بدي اعمل ريسايكل السكرين كان فيها تقلي انه ممنوع انا عندي يعني ليكوا لاي درجه كان مبكلين يطلعوا مصاري العاده يعني the solutions are all there في حلول لكل شيء بدنا بس نقرر نعملها ويكون عندنا الاقتناع انه نو ماتر قديش السلطه قويه وقديه القمع بيزبط ما حد ما رح يكل القمع زبط فللنا من لبنان قمع تمام did work ما بقى في يكون تحت so, هون I want to evolve بدي طور هذا الشيء اللي كان تحت انتو something else اللي هن ما بيقدروا يوقفوه ما فيهم يجوا لهون to do that anymore سو انا كيف بدي استعمل هيدا البريفليج اللي عندي versus الناس اللي بعده هنيك اللي بدها تعطي الهم تروح على سخنة الحلو تقعد 3 ايام تاكل خبيط مزبوط اللي تعطي الهم انه الو طاح تليفون او يختفي حدا يقولوا it is a real threat انا منه هيدا threat بقى ف I need to use that platform even more يعني there's always a way لو منا الواي اللي نحن كان بنيها اول شيء في ألف طريقة نوصل عليها try ما حدا مجرب most of the things بلبنان most of the ideas we have no one ما حدا جرب to actually implement them يجربهم على أرض الواقع فينا ما في حجة ناطو بس إذا بنضل ناطرين إنه بركي وقت نجيب أكترية مجلس نواب بيصير no this is oversimplified وعم نكذب على حالنا لو بكرة جبت كل النواب 120 بعقده أنا بحبهم مغروم فيهم nothing will change لأنه كل السيستم الباقي هن عاملينه أصلا يكون هيك انا كيف بدي اجيب داتا اذا انا جيت وزير هلا انا جيت وزير حطوني وزير ما بعرف كيف هاو بدي اجيب داتا لوك ما بيعرفوا كم موظف عندهم هيك بالدولة. ما في شك لانه كثار تخيلي ما بتعرفي قد عندك موظفين عم تدفعي لهم every month من my taxes انا بتذكر وقتها فت يعني كنا بمشكل صغير بتعرف لما كنا صغار كنا تستوستيرون عم بفرقع ونعمل مشاكل رحنا على المخفر لانه حدا من رفقاتنا اخذوه انا كنت خايفين كان عمري بعد شيء 14 15 سنه انه شيت رح يحطوا لي نقطه سوداء على السجل تبعي ما بعرف شو بدي اعمل اهلي رح يعرفوا وهذا رح يحطوني بالديتا بيس ديتا ماجنتا فولدر بيس يعني شيء بيضحك يعني بس شيء بيزعل كمان بذات الوقت اجى كانت الساعه 3 الصبح اجى واحد فيقول الدركه يعني كان قاعد بالهذا طلع بالبروتيل قالوا له هول الشباب عم بيسوي مشاكل اوكي يلا خلينا نكتب اسمهم راح على الاوضه كان في فرشه على الفرشه طلع ملف من تحت الفرشه حتى فتح فعم very efficient filing اكيد تطورت الامور والعكس يعني تطورت ما بعرف لا تطورت بقصص بتضرك مش قصص بتفيدك يعني اليوم اذا انا انت على الحاجز وقفتك بطلب لك النشره يلي اتس دون ديجيتالي صار تشوف اذا عليك شيء انت مش دفع ظبط بال 1998 يلا مع المخفر بس اذا انت فت على المخفر وهذا بيزيز باي ذا واي ومنك عامل شيء تو بروف انه منك عامل شيء بدك تروح على المحل وين معموله يبعتوها بالبريد بدها جمعتين يمكن وصلت اذا مش مقدر بيعرقلوها بالظبط طب ليه ما عملته للنشره لانه بارك ميتر فينا نعمل تعطونا مصاري نظبط نشره فينا نعمل بس اكشلي شيء بيفيد وبيخفف من الفساد لا ما بدنا نعملها we need that بدنا الرشاوى الصغار بدنا هيدا الموظف ياخد هال 30,000 تيمشي لك دفتر السويق او بلا 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 كل هالقصص it's a system that feeds on itself that everyone kind of needs كلنا عايزينه in some way unfortunately وليك وين وصلنا صح so it can't keep happening ده الانهيار الشامل انا بدي اسالك سؤال بدي ارجع يلي قلته قبل سوري رح يكون شوي شخصي قلت انه الكاميرا خليك تفل مزبوط نحن بنعرف بس ليه فيك تفسير ليه شو صار انه صار خلص صار كثير بنعرف انه في كثير دعيوه وفي كثير شكوات كيف يعني انا معود على الدعيوه من الدوله والناس الزعلانه it's not the first time يعني مش بعد 17 20 صارت كان اذا بنفضح مثلا racketeering ring بلا 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 بيرفع عليك دعوه قد حزم يعني هي their favorite thing to go to exactly بس وصلت لمرحله وين I became because of لان من وراء الثوره became too big of a problem لا at least some احزاب وين صارت عم ينقلوا بين اجهزه امنيه و different قضاء all the time so كان عم تاخد كتير من وقتي 1-2 صرت unemployable من وراء الاتاكس طبعا عليهم ما بقى عندي مصاري ضل بلبنان I literally was broke. لأنه عم تدفع كرمال المحامي يساعدك. Thankfully,
عنا كتير محامي بعقده that were always with me. They ما بحياتهم أخذوا إن كان من حسين العشي and a lot of other and lawyers throughout the years يلي كانوا معي بهدول. ف it wasn't that it was كان عندي هالكم قرش بعضهم يلي مسيفون وقت الثورة I needed to focus on that. وobviously ما كان في اشتغل بس وقت. هذا كمان في 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 يعني بس تزيد على أنت بتقول في كان طبع ضغط طبعا حسان دياب was the worst one يعني شو صار المعلوماتية هاي that night that time was the worst one لأن كان بنص كوفيد so أنا قبل الثورة وقت كنت انزل كنت قاتل هام لأن ما أعرف إذا رح أرجع أظهر who would care. وقت الثورة كان يكون في ناس برا أنتوا تكونوا برا إذا حدا منا محبوس أنا أكون برا إذا حدا منكم محبوس هيك تعرفنا مع بعض كنا نزلين كرمالك انت ودي مصادم هذا استدعوك كنا تحت هيك تعرفنا على بعض شو نازل على مظاهر كيما جينو ايه اكيد كيف تعرفوا بعض تخيلوا الشعور جوا لإلي انا بوقت هاللحظة وين ما انا عارف شو اذا بتضل كذا واسمع الطبل واسمع الناس it's a completely different dynamic رح يكون جوا. طبعا حسان دياب كانت ان وقت كوفيد سو ما قلت انا in public رحت انا لحالي انا حسين وقتها ف that one was like okay إذا حدا مثل إنه هيدا تبع الكوليستون والمشط يلي عم يقدم سيفيات وقت هو رايح إنه official visits إذا هيدا حزب الله empowered them هل قد يقدر يعمل فيه يعني the coming is gonna be a billion times worse. وتقدعون والعونية يعني ده شغلهم الشاغل بس تشوفوا يعني هنا قد ايه ناس يعني evil كانوا يحطوا رقمي مثلا برقم السلال عندهم يهنا أكيد يشروع جروبات لا يا ريت هيدا هيني يحطوه مثلا انه حدا عايز شوفير كاميون سو يضل ليل نهار يدقوله ناس بدهم يشتغلوا لانه الاقتصاد راح من ورا جبران واصحابه كلهم عارف انه ناس عايزين he would put they would put different like ads بهدول القصص تنس هيك قصص صغيره عم تمزح even that stuff كانوا يعملون الريبورتينج يلي coordinated منهم انا اكاونت صار 6 شهور ما في حدا عمل لي فولو بيقدر يشوف انا شو بكتب هيدا على انستغرام على انستغرام اربع مرات نشيل اكونت بكي في حدا من انستغرام وفيسبوك وميتا مارك زوكربيرج حتقول لكم شيء قرشين خلوا حدا بيحكي عربي تو اكشلي لانه حزب الله از سمارت ان هايجاكينج ستاف لإله يعني اليوم فيسبوك وميتا وبلا بلا بلا وجوجل كلهم اذا شيء له علاقه بالتيرزم بيشيلوه دغري مين عارف هيك شبيبه الحزب صار بيعملوا ريبورت لشيء عن نصر الله انتقادا لإله انه هذا تيرست اورجانيزيشن اه عم بيحكي شو رح يشوفه عشان كسر عم بغبشوا ايه عم بغبشوا ايه وجهه ايه بس انه ليك هن قد يعني قد انت عم يستعملوا سماعاتهم ايه كرمال يسكتوا العالم ايه اوكي خي انا هيدا لفيسبوك كرمال يسكت حدا يعني واتس كوردينيتد وبنشوف العونية اقل ناس بينتبهوا بس اكثر ناس اورجانيز بهذا الشيء بنشوف فويس نوتات انا معيت عليهم بعثت لكم على جروب امبارح ليش ما كلكم عملتوا ترند في فويس نوت شهير طلع على هيدي الفويس نوتس فويس نوتس في الكترونيك ارمي مليش ما ادري شو وهذا الشيء عم غطيه انا صار لي لسنين بس هلا صار كلهم عم يعملوه قبل كان less sophisticated هلا صار في levels وorganization وبلا بلا بلا so يعني all these things تراكموا وكان مثلا كنا عم نسوق على الاوتوستراد سياره جربتو run me over على جسر الدوره يعني simple things عم اسحب من الاي تي ام بيجوا وراي it became too much صار they're harassing جيراني بالبيت المستاجر فيه يطلعوا ضيعتي عرف my distant relatives يزعجون it became to a point when this was all I'm gonna do انه جرب انا ما اوقع بايدين whatever جهاز ما بتقدر تعيش بقى واللي خلاني احس انه this is not يعني even حدا بلا طعمه مثل فادي جريصات ومدري شو يعني هدول اللي بضيفوا كان اكلوا كذا عند الوزراء صاروا they're powerful enough تا يبعتوا علي درك ومدري شو وما يقدروا يتركوني لأن I've never done anything actually wrong يعني بالقانون القاضي بالآخر رح توصلوا they can pressure you enough to تمدي تعهد but that's all they can do ف it was التراكم it wasn't like specific موضوع واحد بس يعني هيك بيعملوا يعني بيضلوا عم بيحكوا حكوا حكوا محل كان في قصص much bigger يعني I'm not ready to go there بعد يمكن بعدنا processing كل هالقصص بس it was difficult طبع حسان دياب was particularly bad جوا I'm trying to figure out how to deal with it in a healthier way actually the defeat but I'm not there yet but overall it worked بناحيه وين انا بطلت thorn in their side على الارض بس على الارض بس بعدهم مكملين بعد لا. كل يوم بيجي لان انا راسي هيك انا ما راح خلي حدا هالقد رح نحكي عن راسك هالقد unqualified وهالقد عاطل to win بلا ما to fight back اليوم
بس ليك بس انت عم تقول على عقرب بس كان عندك اهم مراسل لما هيدا ما كانوا يعرفوا الناس كان وقت انا فليت يكون في شيء مثلا بعد اربع معين يطلع من اكاونتي ما بيعرفوه هلا صرتوا تعرفوا يطلع لايف تو ميك شور ذات از ماني بيبل از بوسيبل مزبوط كانوا يشوفوا كل شيء بس انه يعني كان تراكم all these coordinated acts كل الوقت وتراكم انه انا ما بقى قدرت اعيش انا كنت لحالي بلبنان يعني انا كان اوريدي موست عائلتي منا بلبنان كلهم كانوا اوريدي فلوا انا كنت one of the few بعدهم هونيك سو ما بقى عندي صرت انا بدل ما اكون عم اقدر ساعد صار I'm gonna get to a point when انا بدي مساعدة و I couldn't get to that point مش لازم انا اكون عبء وقت انا لازم اكون fixing whatever is happening there وplan ما كان ضل يعني I didn't understand انه this was what's gonna happen من بعد ما جيت بس من بعد ما جيت صار عندي ثلاثة محاكم عسكرية وانا ماني بلبنان حتى يعني ليك قديش الانتنسيتي واز ذير انه تو تارجت مي فصرت انا ذا ستوري وان اي شودنت بي ما بدي انا اطلع احكي انه انا كنت عند انا بدي احكي عن ليش هن مرتين وليه بدي شيلهم وكيف بدي شيلهم وشو بدي اعمل بدالهم ما بدي تو بي اباوت ذات فخلص ما كان في بقى اي كيم هير وير ماي فاميلي از و ها انا ما في ترجع اكيد اكيد ما في ارجع ما كان هو الدعوه اضطريت فعلا هو الدعوه از نوت وات ام وريد اباوت موست يعني اتس القصص ذات هابند اراوند ذم خاصه سكيورتي I don't trust a government like this. يعني اليوم ما فيك مان. قديش الناس كل الناس برومية like 70% ما أنا محكوم. الناس there بس لأنه سنين باقيين. عمر في you could die inside إذا ما عندك حد تدفعي ورشاوة أو واسطة you're gonna stay there. So why would I keep myself in this place? وما عندك حقوق ولا إنسانية ولا شيء. وأنت من هون في to do a lot more. I'm lucky enough إنه most of my relatives كمان كانوا هون ف. هذا المحل انا اي فيل بيلونجينج لهالبلد كمان تو يعني a lot of people I love هون وعايشين it's not like انه يا الله انا ما ب... بس ما كان بدي فيلم من لبنان وقت انا فليت it wasn't my choice يعني. it wasn't my choice for sure بس كمان انه بدك تشوف قد ايه انت willing تتحمل for what you believe in وانا وصلت لليفل اللي انا قادر اتحمله in the circumstances given there خاصة انه level of evil اللي كان عم يوصل من الناس يلي بالسلطة was a point when أنا ماني ready إنه أعمل this هدف حياتي ما بدي my life to be إنه أنا شوف شو بدي أعمل كرمال غسان وعيدات وغادة عون وهلف يعني لو قضات إلون عرفتي I trust them مش بحط لي آيات من إنجيل القرآن تا يفسر لي عم يحمي اللي عم يعرق له انفجار البور أنا هيدا كيف بدي أوثق فيه هيدا القاضي هيدا الموقفني 10,000 مرة وغدعون ما قدرت توقفني لما كان في شيء بجبل لبنان بس شي ترايد وماجد بويز ترايد وكل هودا ترايد بس حتى لو انت فليت من البلد في شيء يعني انا عم لك هذا الشيء مش بس لانه رفيقك وبعرفك من زمان اضطريت فل يعني طريقه الكفرج تبعيتك وكيف انت كنت عم تحكي عن هول الامور وكيف كان عندك هذا الشغف بهالشراسه تحكي عن السياسه و بعتد اكزامبل كمان لكتير عالم مثلي انا ان بارتيكولر عم بحكي بركع الصعيد الشخصي بس عملت نموذج وخليت كمان كتير عالم يفكروا بركي بذات الطريقه او بركي ما بيفكروا بذات الطريقه ينتبهوا لشيء ينتبهوا لشيء and to address it حتى اذا مش متفقين معك باغلبيه القصص completely fine. فرجيت انه في شخص في ينتقد كان بناء مش بناء تسب ما تسب صار في هيدا البيهيفير اكيد ان انت منك الوحيد في كثير عالم قبلك وبعدك اكيد بس for a lot of people فرجيت انه there is that possibility وبتفش الخلق فشت خلق that's important بس كمان it's دائما a reaction للوضع الحالي يعني بوقتها وقتها سيارة درك عم جرب تخبصنا اكيد انا بدي اتعصب يعني like everyone else the problem is انه هيدا doesn't fit into narrative الناس بتحبه الناس بتحب انه مثل كانوا characters الشخص مكتوب ب ب بسيت كوم وانه هيدا هو التو دايمنشنال ثينج ما هيدا يربح وتكلنا كومبلكس اورجانيزمز يلي اي انا في الواحد يكون بيسب في يقعد يفكر كالملي في يعمل مديتيشن ويوغا ايه وجينو مش بس هيدا الشخص اللي بيكون عم يصرخ عليك من التليفون ايه يعني. وبضل سهران بالويكندز يعني بيسمع وير اول وكل اللي عم يسمعنا ذي ار ديفرنت بيبل يعني انتو ما نكون هيك وان كاركتر ب NPC يعني non player character انه بتعملوا the exact same thing وبس وما بدي يعني تعملوا شيء you're a complex but that moment this is what I wanted to do it was intentional ما كان انه انا بس معصب وما عم اقدر هيدا انا بدي كان حطم كل هالقصص وحكينا في اول حلقه وليك وين نحن اليوم صار فينا نحكي على مين ما بدنا
دائما هو موجود اه وين ما كان ذات هيلبت. يعني اليوم ما بقى فيها الهيله. يعني اليوم ما اضطر حسين او وكلهم يطلعوا يحملوا صوره نصر الله ويعتذروا تاني نهار. ما جاء الصحصوح يعني. طيب هذا تراكم شوي شوي. So I firmly believe انه بوقتها this is what should have been done. I have the other luxury انه انا one I'm not running for office. I don't care as a nest هبني. و two ما اني طلع لي منهم شيء هدول عمل الفولو. لا بطلع من بيعون شيء على يعني I'm not like putting sponsors عندي بدي اعطي الهم شو بده I don't care ما نطلع ما عندك رقابي يعني followers. ما نطلع ما ن I don't need to think about anything else except أنا بدي يبين كان في عامل TEDx talks وهيك احكي عن definitely مين كان حضره ما هذا اللي بدي أسألك 20 people شو بدي فيهم أنا هذا بدي أسألك أنا بعرفك من 2010 من البلوك تبعك و ومقالات يلي بتكتبون The fun days الريسيرش الاناليز تبعولك والتفكير وبين من أول ما بلشنا شو أنه كيف فكرتك كيف تعرف كتير أساس شو هيدي الديكوتومي بين جينو على السوشيال ميديا يلي بيعصب وبينرفز كتير ناس وبيفش خلق كتير ناس كمان بتعمل فلاتر كتير غريبة لاحظنا I work on finding them بتطلع هيك ميت حرام a lot of my followers send me suggestions حدا ليه شيء استعمل هيدا الفلاتر بعت لي you're welcome مثلا بعتوا لي بقول له I will use it in the next one جينو بخبر شيء بس هو بيكون بوزة ونجيب انه ما بتفهمه لأنه تخيلي قدي absurd ماذا يلا عم يحكي عنه بعرف بس انه معقول ما حد فلتر يعني في عند really it's so absurd the موضوع اللي عم احكي عنه انه وحده عم تعمل كايت سيرفينج اجوا عليها شبيبة امل تشوفوا اذا هي اسرائيليه جاي تتنصت انه قديش absurd هذا معقول ما حد فلتر تحكي عنه انه how could this be real brace the absurdity brace the craziness how is this real life exactly. يعني اكيد ما راح اعطيهم البنفيت انه انا I'm taking them seriously one و two اذا فلتر بيضحك people are gonna rewatch the same clip like 7 times so رح تنخر مخهم لو ما بدهم لو بدهم it's gonna stick in their mind بيتفقوا أو ما بيتفقوا معي ليه في هاد dichotomy again then I think everyone is like that يعني اليوم أنا إذا قاعد مع أصحاب الشباب whatever عم نشرب وهي it's not gonna be the same one إذا بتروح مع group تاني بجامعة أو إذا عم محكي مع بconference ما بس مش يعني I'm different people بس different tools for different occasions وقت النزلة على الطريق بدنا كان emotion Well, I was feeling a lot of emotions and I needed to convey that ما بدي يكون كان الكاركتر أو إنه الزلمي اللي ورا المقالات I wanted to show إنه أنا إنسان حقيقي عم فكر نفس الشيء اللي أنتوا عم تفكروه كمان and it was a conscious decision إنه أنا بدي فخت فيهم as much as possible تنشيل هيدي السانكتيتي عنهم وقتلكم إياها وقتها وأنا هلأ إذا بعمل retrospect عليها it worked صار فينا نحكي عن الكل صح قبل ما كان فينا نحكي عن حدا Do I still wanna do that هلأ أكيد بعد. لا أكيد لا okay. لأنه why would I شو لما معنا؟ رح يرجع هيدا الأكاونت إنستغرام شو رح يسمي what هيدا I think I'm gonna approach القصص اللي أكتر شيء زبطت وexpand upon them أكتر يعني مثل شو مثل كلاب السلطة كان أكيد ما رح يكون هذا الاسم probably بس it was very complex it was very complex problems diluted in a funny way in less than a minute and a half سو so, قصص مثلا هلا ال 16 مليار زياده طلع فجاه في رياض سلامه I've been talking to as many people who understand this بيفهموها اكثر مني ب 1000 مره وشغلتهم وكذا تجارب افهم منهم اكثر to build a small narrative يلي at least بيكون انترو او مقدمه للناس تفهم هذه الفكره ليش صارت وحق عمين وهن اذا بدهم يعرفوا اكثر شو يعملوا سو so, that's where what I think we need to focus on هلا لان انا هلا اليوم ما انا عايز بس أن الناس ينزلوا معنا على الشارع كرمال لأنه صار this specific thing أو جرب أي مدري أي وزير يقتل مدري مين it's a lot more than that it's building لشو الأرضية بس ما who has the time to go into all these things it has to be us نحن عنا الوقت وعنا الability وهذا we should do it حدا يطلع له the end result طبعا يفوت بنفس المعموعة أنه أنا بدي روح أحكي مع 15 ألف واحد تأفهم قرد الحسن no one actually ما ولا تيفي بعد حدا تيفرجي حدا عم يسحب مصاري من ATM قرض الحسن سو so انا I'm still till this day ماني مأكد اذا actually ATM بطلع دولار no one actually went and checked it could have been انه هيك هن قرروا هيك عم يصير وبعطوا ولا كل التيفيات وكل التيفيات حطوها و this happens all the time وقت كانوا الطيارات بمطار بيروت عم يكلوا عصافير ومدري شو قال جيبوا مكنة خصوصي تشيل عصافير شو طلعت المكنة speaker بحط صوت نسر
which is not the predator تبع العصافير يلي هونيك which 2 weeks later بيتعود عليها بيلاحظ ان اوكي ما في نسر يعني قد ما يكون even a bird brain will eventually realize this. ولا جورنالست نزل شاف ولا جورنالست نزل راح شاف شو هي هالمكانة الخرافية اللي حطوها السلطة وجهاد العرب و everyone اللي عم يشتغل كوست براف. طب سؤال هيدي انا ما بعرف اذا يعني في harsh reality في عالم بتقول ان هو العالم بالسلطة كتير أسكية وصاروا حاكمينها 30 سنة 40 سنة بعد سنة من 50 feels like 100 years feels like 100 years صاروا حاكمينها كل هالوقت وكتير أسكية وبيعرفوا شو عم بيعملوا ونحن خلاص ما فينا نعمل شيء. وفي شيء تاني بيقول لا أولي حمير منهم كفؤين ما بيعرفوا شو عم بيعملوا they're bumbling idiots. ما بعرف أي option أخرى لأنه أو أنت عن جد it's both they're extremely smart tactics يعني تكتيكيا أسكية بيعرفوا كيف ينفسوا شغله يعني بيعرفوا مثلا الطيونه دغري قلبوها اسلام مسيحي قوات حزب الله وان ذات واز نوت ذا كيس عشان في كثير عالم صوتوا للقوات لانه هيدي كانت تجربه لانه فرجوا جاي الاثنين مين استفاد الاثنين طيب صار هيدا بيقول لك انا بالبعد هيدي قتلت هم صوت القوات الوحيدين بيحملوا شي محل نزلوا ضد بعض بالانتخابات did they ever يمكن بقضاء اثنين او على ليستا كومن بس اثنين لازم استفادوا من هالشيء سوات ان احنا اللي في كثير عالم نحترمها على فكره صوتت للقوات بعد هذا الشيء لانه ضربوا على هيدر وتر الاحساس اللي خصوا بالحرب الاهليه اللي خصوا هن الوحيدين بيحمونا تكتيكلي ذات واز سمارت لالون يعني طبعاً. يعني استغلوا الوحيدين عندهم سلاح بس حرام يعني يعني في عالم ماتت في عالم ماتت يعني في عالم ماتت بهالصراع اللي كان ان ذا اند اذا بدك مسرحية بس شي بيقرف. I think Hezbollah was like legit trying. بس خايف في عالم ماتت يعني من وراء هذا الشيء as a means to an end. كل انفجار صار يعني كل اغتيال صار. A lot of دائما في collateral damage لسوء الحظ يعني وكل ما هني ضلوا it's gonna stay like that. بس شو الفكرة من هيدا إذا هني أسكية ولا أسكية بالتكت يعني كيف يحجبوك جورة they're great. بس beyond that they're terrible. شو في مشروع واحد هن عملوه actually مشي one thing that they followed through with one thing just one thing 300 فكرة بيطلعوا بعدين بيطلع نصر الله بيقول لهم اوكي انا الجمعة 8:30 بدي احكي بيطلع بيحكي شو القصص كله بيروح بينفذ مثل الشطور بيتزبط الاجندة وهي و they find ways so لو يلي بيقول انا ضد الحزب من السلطة specific عم يستفيدوا من بعض يعني دايكوتومي بينه وبين القوات is a perfect example وكنا دايما even على الشارع نشوف يجربوا يعملوا هيك قصص أوقات so tactically they're extremely smart والخمع بيمشي I'll give you an example إذا أنا كتبت article وأخذتني رحت 15,000 مرة على تحقيق ومدري شو for it next time ما راح أكتبها أو راح أفكر 10 مرات قبل ما أكتبها exactly it worked تزرع هيدا السيد اوف داوت انه كان اي تراك ات بتصير اوتو سنسورشيب هي بتبلش اول شيء رقابي بجربوا يسكتوك بتصير اوتو ما بتصير ليتس سي بتصير اوتو سنسورشيب انت لحالك بتفكر مرتين لانه في خطر على حياتك في خطر على صح عايز مي ذا موست لانه وقت هن يمنعوا نعرف بس اذا انت او انت ما حطيتوا شيء لانكم عتلانين هم انه يصير فيكم نفس الشيء I will never know this سو انا ما بلاحظ انه هذا القمع زبط سو اتس اكستريملي افكتيف من هالناحيه يوم أنا بفكر ما بدي نزعل مظاهرة تطير عيني. This exactly. works. This works. This yeah. قمع بيمشي. عالم يعني. بس to what extent هو is up to us. إدي بدي في يمشي هالقمع. إدي بدون يضل يخمع. إذا يعني everyone يلي بعده بالأوربت طبعاً يلي حواليهم مستفيد منهم directly at this point. ما بقى في أي سبب. ما حدا عائتنا. I hope يعني. أو إنه ما عندهم enough information تقدروا كونوا هيدا الرأي تكون هنا عائتنا هيدا الشيء مستفيدين. طب هيدا ما رح يضل forever. سو انا بدي بلش حضر لشو معقول يصير ذن كيف هدول الناس قدر استوعبهم انا يعني انا اذا كان مدير عام وزاره وزبط حاله شو بدي اعمل فيه دو اي نيد هيم از ان الاي طيب وش على كل البقيه وشوف شو بدنا نعمل او بضل انه لا ما انت كله مثل كله ما بدي اياك تعطيني انا اوف ذا انفورميشن اي كود اكتشلي يوز طب هون بيصير البيوريتينيكال الفكره يلي هي كان اول كم شهر اذا لها عازه ولا لا ات ذس بوينت ان تايم اي دونت ثينك ات داز ات هاز تو بي مور ذان ذات انت بتعتقد عندهم استمراريه يعني الظاهر مثل ما بدك كنت عم بتقول انه في صار عندنا 13 نائب من اصل 128 انت كنت مفكر انه رح يكون في اكثر عالم انا كنت مفكر I predicted almost يعني accurately قديش بس I think كلنا كنا مفكرين رح يطلع لنا اقل ويلي كتير طموح كنا مفكر انه it's gonna be over 20 وكلنا نجتمع سوا I think 13 is 13 times more than what we had before
100% يعني كان عنا وهذا إنجاز لحاله عم بغير مفهوم السياسي كان عنا وان which is more than أغلبية الأحزاب السلطة يعني ما حدا عنده هالقد كبير والحلو إنه I think الحزب يرك عنده 11 تكنيكلي له so رعوني هلا كلهم بأي ضاع تحتهم يعني بس إنه يعني directly لهون so it is a huge thing اللي هني بيجربوا قد ما فيهم يفختوا فيها so أنا هون الناس اللي بيفوتوا بهذا هو useful idiots يعني مثل طبعا الـ USSR أيام البروباغندا وين عندك ناس بالعدو تبعك بتقنعيهم بقصص بتكون انت عم تساعد العدو تبعك بلا ما تنتبه هدول انا بسميهم useful idiots وين talking points تبع حزب الله they sound really nice if you don't examine them a bit more وانت بتمشي معهم وبصير ايه يلا وهيك معنا حق this is where we're at now وين يلي بجرب دايما يصوب انه مش حق حزب الله وحزب الله او بجرب يعمله هو بس حامل فساد ما خصه بالفساد خيي كيف ما خصه لا لا بجرب ما زتر بالبجت بوزاره الصحه 200 300 مليون دولار مانث من اور ديبوزيتس عم يروحوا كرمال يدعموا اخبار اللي هو عم يهربهم بيقولوا له ايه بس ما في حدا بعكار كمان يخيد ذا ليفل اوف قديش الحزب هرب على كرمال الاسد وكرمال المقاتلين تبعه بسوريا ما انه مثل يلي هدول اللي انه قطع علب دخان كان ما يدفع جمرك سوريا والمازوت بس بنزين واكل الأدوية والاكل والادويه وكل شيء والخبز ومش عارفكم يعني بس اذا بس وي لوك ات واتس بينج امبورتد اكسبورتد لانه كله اون بيبر يعني يود بي اكستريملي سربرايزد اوف ستاف يو وود فايند يعني It's they're not even hiding it, but لأنه they think بيفكروا ما حدا رح ينتبه. إيه بس عينك يا تاجر. أنا مش معقول. وهي problem. كيف فينا نخلي الناس تقتنع إنه this needs to you need to pay attention to this. لازم تنتبهوا لشو عم يصير وتعملوا شيء about it. هون when we tie back into إنه تخلي الناس تعصب about something. يعني كم مرة رياضة بيسي قديه بيعمل شغل بعقد investigative في الوقت. يعني stuff he does. يعني إذا جون أوليفر عمل هيك بس يعمل هيك شيء هون بتغير قانون. بيتغير قانون بقول اسمه The John Oliver Effect أو Colbert Bump or whatever لأنه بيضوي Is it absurd? Is it silly? أكيد بس هذا الشيء مثلا الناس ما كانت عرفته بيصير يدقه للنايب طبعاً أو exactly. شو عم تعمل بيصير يقول له لا خي أنا هلأ عندي انتخابات بعد سنة ما بدي هون يزعلوا خلينا نشوف كيف بدنا نظبط لما أدري شو رياضة بيس Every single episode عمله بركي بحياته Could qualify as that شو بيس أول شيء قديش الناس كان gonna keep track to وين بدهم يروحوا ف a lot of مش انه ما عندنا الابيليتي نعرف هالقصص نعرف كل شيء most القصص اللي نعرفها عن الانفجار we can kind of piece together حق عمين no matter what the ignition was اذا it was an attack or not خلينا نعتبر it's either or مين كان حاطت لمون النيتريت هونيك لإلي this is enough of an answer حزب الله كل حدا حزب الله ever ملقوط دايما مع أمون النيتريت البراميل اللي متفجرت It's so clear. It's so clear. بس بتعرف جينو بأمريكا مثلا بيدقوا لهذا النايب بيقولوا له لأنه سلط الضوء على على هذا الموضوع. نحن صار عندنا 13 واحد فينا ندق لهم يعني when you think about it هذا الشيء اللي عملوا دقينا لواحد منهم شو فيه يعمل؟ لا بس لحاله. بس إنه صار في هل إذا بدك direct link إنه منك بس شاهد زور ما عم تعمل شيء في there is this possibility في access وحي وحتى مش هو ال 13 let's say إذا أنت صوتت لنايب من حزب الله أو لنايب من حركة أمل أو للقوات أو لهول الأحزاب الطائفية تقليدية في كمان ترجع تقلهم هات example هلا وقت هيدا المولوي الوزير جرب يمنع أسس إلها علاقة بال جي بي تي كوميونيتي اضطر يجي يرد وقت الناس قامت عليه قيامة and he had to actually take it back then reinstated بس the mere idea انه قدرنا نضغط على هيك وزير على LGBTQ هل قد موضوع يلي من 5 إلى 10 سنين is it enough يعني اكيد لا ما حدا انضغط بعد اول الطريق تحصيل الحاصل 3000% بس في compare وين كنا وين صرنا ما حدا انضغط جبرنا المولى ويطلع بكفي انه يعني بكفي انه صار في سكند جاس if we don't notice مرتين. If we're not focused اذا ما عم ننتبه على شو عم يصير بنحس انه كل شيء دوم اند جلوم وبلا بلا بلا بس اذا you take a step back ومنلاحظ انه في هدول patterns بس مين بده يدور عليهم بلبنان اي ميديا عنا اياها يعني كتر خيرهم انه ميجافون وغيره alternative media doing but it's not enough it's not alternative لكل الاذاعات البقيه اللي عنا اياهم وهدوليك they're not doing their job Is it on purpose أو إذا قلت مثلا أنا بلبنان هيدي مصادر موثوقة ومصادر مقربة ولا بلد on earth بيحترم حاله this بيقطع
كيف انت فيك تروح عند قادر تقولي له انا في اثنين قالوا لي هيك او عن نيويورك تايمز مثلا؟ تخيل نيويورك بده يكون on record انت تكون فيلير شو the failing new york times. طب انا في اقول شو ما بدي سانتا و this is what happens وموصل لمحل maybe people aren't believing it ما عم يصدقوا الكذبات بس ما if you're bombarded ليل نهار ب disinformation خلص you don't care anymore ما بقى تعرف اذا شيء مزبوط ولا لا سو كل شيء معقول صار يقطع ف we need this media empire يعني انتوا اللي عم تعملوا what a lot of people are doing alone it needs to be an ecosystem كامل when at least الناس can go somewhere بيوثقوا ب the reporting happening مش انه بس مصادر موثوقه مصادر مقربه اللي هي is just press releases من السلطه بيبعثوا لنا اياها مثل ما هي ولا حتى press release واتساب voice note I think طلعوا لي هيك على المونشات اليوم I think بعد 17 اللي صار at least is maybe ما وصلنا للسولوشنز اللي احنا كنا بدنا اياهم لانه فتنا ب الاكستسي اوف ذا مومنت بس اهم شيء مثل ما كنت عم بتقول مثل ما بدك عم تقول صار في تغيير مفهوم يعني وي ار ري اكزامينينج في اعاده نظر لقصص ان كانت الصحافه الاعلام طريقه تفكير الصحافه البديله از ا جريت اكزامبل تخيل احنا نقيب الصحافه طبعا يكون تابلويد جاي يعني 100% انا حريم اسمه عون الكعكة شيء ورا عون الكعكة وهذا بعده حتى بس انه يعني في ا لوت اوف بيبل تيكينج ذا انيشيتيف تو يعملوا شيء البوينت تبعنا ان كان لبنان ان كان بالدياسبورا از تو سبورت هدول القصص يعني نواب انا اليوم بدي اقول للريبريزنتيف تبعي كيف بده يلحق النايب از ا وان هيومن بينج النايب بيكون في وراه ان انتاير تيم طب وينو هذا التيم اللي احنا بدنا نعمله سم اوف ذم هاف ذم 100% موست اوف ذم دونت انا كيف بدي اتكل انه هو بيقبض ما بعرف قد ايه معاشه 300 400 دولار هذا النايب وموست اوف ذم مش جاي من محل طب انا هاو دو اي اكسبكت هيم تو دو ذا سوبر هيومن ثينج اوف انه يحارب السلطه بلا ما يكون معنا هون حق على النواب كمان is not just الناس الجراس روت شو قصدك حق النواب طلعوا النواب شو عملوا about the people طلعون the voters كلهم all the 13 name one يلي actually الناس طلعوا وربحوه promote مش promoted them بس evolved them انه طورهم لشيء اكتر من مكنة انتخابية لحزب لمنظمة whatever بدك تسميه طيار whatever اي حدا منهم ترجم هيدا الفيكتوري into something like that خلص وصلوا النواب صاروا بيجتمعوا سوا بيعملوا لي بيانات انه بدنا الرئيس يكون مع القضيه الفلسطينيه وما بيجيبوا سيره سلاح حزب الله طب انا شو هذا الرئيس وتوافق ومدري شو الفرق بينك وبين كل باقي القطعه ما انا جبتك تتجي تكون ضدهم جيت تعمل لي مبادره رئاسيه فيكون كتبها عونه او مستقبل او حزب الله نفسه اي ودنت نو يعني لو بتشيل الاسامي اي ودنت نو بفكر الامل عاملين حركه امل عاملين بتجي يقولوا لك الناس انه انهم هادول كيف بدهم يعملوا شيء if this is the level of what they're doing ومش بس حق عليهم ومش بس حق علينا حق على both noticing what's the problem figuring out how we can fill this gap معنا organization معنا ناس بيعرفوا exactly شو لازم يعملوا about this even though they're there عنا هول أشخاص يلي مؤهلين يعملوا حكي معهم ركز على انه how to build that مكنة يلي جبتك تجيبك مرة تانية وتجيب واحد أو وحدة معك extra مش بس جيبك لإلك they're not doing مش كلهم أكيد يعني ما بحب أنا دايما يعني تأجمل الكل بنفس الطريقة not all of them are working that way وما بدون يكون 13 سوا ما تكونوا سوا معلي كل واحد يعمل يعني بده إياه وخلي الناس نقي which one works يعني إذا هم فكرين أنا بدي أعمل هيك واثنين ثلاثة ما بدهم خير اثنين ثلاثة يعمل بدهم بس على قليل على القضايا المهمة بيكونوا هن موحدين يعني في لازم يكون في سكلتن معين لازم يطبقوا let's be real يعني وأنا بتفق معهم على هول النواب التغيير ما يعني. كان من هول 13 وأنا بيجوا بيصوتوا معي on this bill Why wouldn't I let them come vote for me? This is my CSA, by the way. Bernie Biden, نرجع لهنا. ما بيطيقوا بعضه, ما بيكرهوا بعضه. Ideologically, ما بيحبوا بعضه. بس في great and good معين لازم يطبق. And it is possible. It's not impossible. مش إنه عم نحل nuclear fusion وبدنا بعد 40 سنة. It's extremely simple. واضح شو المشكلة. بس بده حدا to take that initiative that a lot of people are working on. Again, ما بده يكون doom and gloom. بس كمان ما بده يكون كتير إنه لا 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 واو كل شيء بعقد إذا بس نتحد. لا, مش ضروري نتحد. فينا يعني on specific things نقدر نشتغل مع ناس و on specific things ما نقدر نشتغل مع ناس it's not just فكرة حلوة انه مش معقول تصير it is possible اليوم اذا انا قنعت نواب من المستقبل ونواب من حركة امل نواب من القوات اثنين ثلاثة من كل كتلة صوتوا معي على قانون انا بيهمني يقطع that would actually حسن حياة الناس العادة why wouldn't I yeah. versus ما يطلع لي قانون yeah. شو الـ opportunity cost هل أنا صرت يعني معهم
نفس لا أكيد لا. طيب بس ما هيدا الناراتيف هلا 100% اللي هو لا وهذا خين وهذا خين القضيه ونقاء الثوره تراست ايشو وهذه هذه ما في تراست يعني. وبعتقد مع الوقت بيصير في ماتوريتي بالسياسه انه بتصير انت اهم شيء تراست ليه هن ما ماتشور هلا عم يضلوا يتخانقوا مع بعض كوز دونت تراست ايتش اذر ما في تراست افتر كل شيء صار وهذا بارت من السياسه اتاك ادز كامبينز ضدها اتس بارت اوف وات بوليتكس كيكس كامبينينج يعني مش بوليتكس ان ريالتي بس وإذا get over it figure out what to do شوف شو الناس عملوا عليها فهني بعضهم I think most أشخاص عم يقطعوا بعضهم بهذه المرحلة وين يتعودوا إنه هذا هو الشغل السياسي and how to properly react to it فماني completely hopeless أكيد بس I'm not as hopeful إنه هذا التغيير اللي بدنا إياه is gonna happen as quickly بس I'm more certain than ever إنه لبنان يلي كنا أمنا ضده وقتها doesn't exist anymore it's gone completely gone it was gone هذا كان السؤال أربعة أب يعني كان nail in the coffin خلص يعني no matter what كان عندك بعد خلص it's clear for everyone هلا السؤال هو في أمل أمل in general ولا عن انفجار أصدق وصلنا آخر البودكاست 100% هذا أول مرة بتقول الجملة أكيد. يعني. أكيد أكيد في أمل يعني تعرف السؤال ومن بعد 3 سنين جينو شو تعليقك على الموضوع سيس جينو اكيد في امل دائما في امل honestly عندنا القدرات عندنا الناس عندنا every reason عندنا كل الاسباب عندنا كل المقومات ما في سبب لقلط يعني كل المشاكل معموله من الانسان اللي احنا عم نعاني من اغلبيتها الاساسي اكيد كان عندنا pandemic عندنا crisis بلا 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 out of our control يعني ما تحت سيطرتنا بس a lot of it بلا تحت سيطرتنا بس بدها البعد النظر بدها ما بقى نخاف هالقد من الناس يلي قلوا حالهم أصلا ونطلع عليهم for what they are يعني قدي حزب الله problematic بس منهم آلهة مع أنه يعني بالاسم محطوط حزب الله they're not that they're not they're هن ناس عادي بيدهم يطلع كيف يطلع قرشين يهرب كابتاغون ويهرب شوية بنزين this is what they care about they so يعني في funding رح يجي صوب هيدا الشيء هون وين بيجي دور lobbying المهم يعني اليوم بدنا نطلع عليهم مش بس كناس عم يكب براميل على شعب وكذا كإنسان ما بعرف إذا نقول له إنسان إيفن كشخص كواتيفر فيجر كائن شبه إنسان doing all يعني عم يعمل كل هذا الشيء بس كرمال يضاين وآخر همه عليه وقديه عم تأثر على البقية فهن unfortunately إذا ما بيلون فينا بمنطقة العالم تبعنا كل البقية بيلون عم يصلون 3 مليار كابتاغون على إيطاليا كل شهر من الشباب كرمال يقدروا تو فند كل شيء عم يعملوا فينا سو ات مايت تخلي الناس تصير ما بقى تفكر انه حزب الله اذا نحن بنحكيهم بطريقه منيحه بيصيروا منيح وكذا لايك ايفري ون تراي تو دو من كان 14 زار ان كان عون ان كان ماكرون ان كان اوباما اول اوف ذم كانوا يفكروا انه اذا نحن بنظبط الديل بيمشي الحال وانه ذير ريزن ذير نوت كم مره بدك تجرب نفس الشيء وما ترجع وترجع يطلع لك نفس الريزلت ففي امل بت ات كود كمان فيها تروح بالميلتين في ما يعود بقى في لبنان that we think about أو نحلم فيه بقى يصير هيك another failed state بنسمع عنها بالأخبار أوقات إنه برك اليو أن بدهم يعطون أكل لأنه رح يصير في مجاعة but that would be the limit of our impact in the world بيصير إذا ما نضل هاي trajectory السلطة كلها تحت حزب الله وكلنا بقية يا we gave up يا مفكرين إنه ما فينا نعمل شيء about it أكيد فينا نعمل شيء about it إذا بس بتاخدوا الوقت to look at what we actually did which is not enough بس بعده انجاز شو 3 سنين it's not even a term ميل ميل. What is that in the life of a nation of a بلد of a people لا culture هالقد بيفتخروا قديه old culture تمام بلا بلا طيب ما تخيل قديه تغيرنا from over the thousands of years فإذا أنا بدي it's always about a tool نستعملها يعني اليوم إذا أنا بدي أعمل استعمل سكانر تصور بناية it's not gonna work احضر كل حياتي عم اعمل سكان لكل شقفة بنية بدي اجيب كاميرا وروح لبعيد it depends on the tools you use اذا بدنا نضل مديا مرة حكيت منيحة انا مدري مين ما بطيق انا ما بحكي معها ever again بس معنا هيك بتشوفين على كل شيء شو عملت يعني انا مين استفاد بهذا الشيء وهذاك يعني that's screwing us both over ماشي حاله مبسوط خلينا هني ابربات عليها والبيقهر انه كلنا بنعرف this is what's happening but we do fall into this trap more often than في شعبية like لأنه كل العالم كمان بدها تزيد شعبيتها وإذا بيصير في dog piling على موضوع معين أنا هلأ لاحظت سوري بدي حط subtitles رح يعصب مني على حد several languages نفسي no, good luck ما تعطي الهم نعملها دايما بس I know بس إنه يعني رح
it's gonna be extra work لألون. فإيه في هوب لكل الناس المثلي يلي اضطروا يفلوا بآخر Exodus. It's easy إنه it's not easy ننسى يعني it's the first thing you think about بس توها يعني ما رح قد ما يكون قد ما يكون قد ما يكون عندي حياتي هون I have my friends I have كل هالقصص it's still the thing I think most about it's the الشغلة اللي بعرف الناس تعرف عني فيها it's gonna be through that lens if whether I want it or not وأكيد I want it it is a very important part من حياتي مرك الوحيد كمان إيه يعني أنا بدي الناس تعرف أنا عامل شو لبنان وشو قطعنا فيه وشو عم نعمل شو how I think it is وليش it's not like this وhow it isn't our fault all this complexity ف one thing I would say إنه ما بقى فينا to oversimplify أوقات فينا يعني ما بعرف إذا بدي أقولها هاي بحدا قال ليها ما عم تذكر مين رح يزعل مني وقت أو تزعل مني وقت تسمع الأبسود بس مثل هيدا إنه نايكي just do it هي الكلهم يعني كلهم بس إنه نايكي بتعمل product ما بتقولهم just do it للإنجينيرز والشغيلة بيقعدوا بيشتغلوا شهور to actually do it so we've got the just do it covered بدنا كل شيء تحته to actually implement شيء بدنا إياه كلهم يعني كلهم أكيد و they have to pay for it somehow بس not at the expense of actually doing anything so هون وين this delicate balance وين شو لازم يعملوا honest أنا to trust them enough to get over that ولا لا and that's where we haven't figured out ولا الديسبورا ما تفكروا بس كيف بدي شيل المصريات اللي حطيتهم بلبنان كرمال يطلع لي اكسترا فايدة عليهم من وراء البونزي سكيم تبع رياض السليمي فكروا انا كيف بدي شو عايزين الناس other than انه ابعت whatever money western union اللي بياخدوا منا cut كمان تشوف قديه هن وقحين يعني even بياخدوا that 2-3% لأنا عم ببعتهم مثلا لوحد بيبعتهم لعائلته كذا that they have من لبنان كيف بدي ساعد الناس that will be against them in a way يلي هي sustainable يلي نحنا ما نفكر فيها كان كل شيء short term عم يكون وقت كنا تحت هيدا هو the next milestone هيدا هو the next goal لحالهم this will never do anything بس a billion small goals نفس الوقت بيعملوا والبلديات think I really believe in it إذا أنا بقنع كمرئيس بلدية نعمل اتحاد و to actually implement projects ليش حدا بده يضل مع السياسيين ليش هلا حدا مع الحزب اذا ما عنده انسنتيف يعني في القرض يعني. الحسن واذا راح بيتي بيقولوا لي انه هن عمروا بيكون بالايد تبع الويست يعني بس هن بيحطوا بيشيلوا ستيكر بيحطوا حزب الله وهون بدي اقول كمان انه حق على الدونرز كمان او الاي ان جي اوز اللي بيدفعوا اليوم اذا انا عارف this is just a ploy انه كمان الحزب يطلع المصاري why would I give it to them حد due diligence اكثر تاكد انه صار المصاري to the right people يعني ليه مصاري من تاكس بير ماني من دول انا عايش فيها كل انا عم ادفع بدها تروح كرمال مستشفى اللي عم تعالج شبيبة الأسد ما بدها أنا تروح على المصاري لهونيك سو في كمان أونس على الدونرز يلي ضلوا يعطوا السلطة تحت حزب الله all these years so much money تضاينوا هالقد كيف ضاينوا هن على شطرتهم كانوا يوصلونا للمهوار وحد يجي to take to هيدا so the diaspora اللي أنا فيه أحكي more to how they feel أكيد ما في أحكي عن أرض We really need to step up our game من ناحية organizing. لو ما منحب بعض كلنا ونعمل one group coalition خلي الناس تسمعنا لأنه at the end of the day the only money رح تشيل لبنان من what it's in إذا مش الـ IMF والـ World Bank وهو it's the لبنانية اللي هن dual citizens أو عايشين بغير بلدان it's that money we cannot ignore مين بدي يجيب نصر الله بدي يجيبنا من البصل ولا ولا جبران ويبيع نعنع مدري شو يعني بالمنكوشة ها مش رح يجيبوا لنا شيء ها يعني هو رح يعطوا النفط تبعنا لاسرائيل ويقولوا لنا انه هذا انتصار من وراء الجرايد التواليت بيبر تبعهم مثل اخبار سو الناس رح تعرف التواليت بيبر دغري تتمسح فيهم الشباك يعني بدل ما تجيب ولاده هذا هو الماكسيمم تبع الاخبار سو اي ام نوت شور وات تل انه وي هاف ا لوت مور ورك تو دو بس مش تو اغنور ايفرثينج ويف اوريدي دون بس كمان acknowledge it's not nearly enough لشو عايزين and I'm confident وواثق إن الناس فهمت it's not that simple صار و they're starting to figure out كيف يعملوها we just need to like scale it up quick لأن ما بقى عنا وقت يعني ال indicator الجريت هو سعر الصرف طبعا الدولار قدي عم يوطى قدي عم توطى الدولار ما عم يعلى يعني هو الليرة عم توطى بالنسبة صح. للدولار it's gonna keep doing that إذا ما تغير شيء صح وما رح يتغير شيء منهم we need to change وهذه هي الأوبنينج سيكونس للحلقة جينو طوال البصر كثير انبسطنا بهذه القعدة وهذا أكيد مش آخر واحدة نحن بدي سي رح نجرب نشوفك قد ما فينا هيك بس تو هانج أوت إن شاء الله بلبنان إن شاء الله بلبنان كمان هذا ما someday أنت أمي خليفة باي ذا واي يعني تكون أهلا وسهلا وفي كثير ناس كمان
في كتير أمونز ونادي مريش وبيبي تشانل حسن كل الشبيبة حسن خطيب كلهم كلهم it was great. I'm glad meet حلقة later see what you guys have pulled off. يعني الدي سردي صار central life central Thank part of مش بس لبنانيز life across the Arab world. ف I'm very proud of you. I'm very happy. No, أنا كنت أول fan, أول guest. I can't wait to شوف شو بده يصير. Thank you, bro. وI want to thank you guys لأنه to put everything that happened to vocalize it. I think هاي أول مرة actually بحكي عن everything صار out loud. So I actually find out what it sounds like. يعني I've been thinking about it so much, but I just haven't اخر 6-7 اشهر ماني ضارب ضربة even على السوشيال ميديا. انا معقول رح نكون بالدي سي وما حنحكيكم عم سردي معك؟ لا انا عارف هالبارت بس قصدي اجى الوقت كومبليتلي على القد when I kind of know what was wrong, what needed to change, wanna start working on it. There's no coincidence. No such thing as coincidence. Yep. Gino, we love you, man. عن جد. I love you too, guys. And thank you. للأشخاص اللي بدها تلاقيك وين شو عندك انت what's going on with you هلا at Gino Raidy everywhere وين ما بتكون بس لازم يكتبوا كل الاسم لانه امرا بيكون في شادو بانينج على انستغرام كمان تويتر much easier اكيد my blog ginosblog.com definitely less عم اكتب less لان most of it's our social media that's another thing تغير I think في مشاريع في مشاريع هو free down the line كليب السلطة ناترينون في سون هيدي هي ال It will be Sarde. Will be the second episode. Will be the beginning of this new phase of الاختراب versus being on the ground. فا I'm excited to know. Gino المختلف. Was on Sarde. Gino المختلف. That's the name of the show. جديد. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you. Take care, bro.